اخواتي اللي منورين لايفاتي كلها، انا رجعت لكم تاني، حقكم عليا والله، بتبقى حاجة خارجة عن ارادتي. انا مش عارف المشكلة دي بتحصل ليه، حرفيا انا مش عارف المشكلة دي بتحصل ليه، فاعذروني انها حصلت او بتحصل وانتم معايا في اللايف. انا مش عارف دي لسه من ايه، يعني ايه اللي حصل هنا، ايه اللي بيحصل بيخلي اللايف يقع كده والدنيا تهنج خالص والجيم بيضطر طبعا يوقف. بنلعب مع بعض من فترة، كنت بتساءل عايزة ايه؟ هو احنا صحاب؟ اه طبعا احنا اصحاب. لا مش اصحاب، تتصاحبيني؟ اه فهمت. اه فهمت ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ تتصاحبيني ولا ايه؟ حتة اندرويدايه صحيح، المركز ضاع. معلش يا صاحبي، كل حاجة كده اهو، كل حاجة هترجع ما تقلقش، كل حاجة هترجع ما تقلقش. يلا يلا يا اخواتي، يلا يا اخواتي. انت شايف الحرارة اللي فوق والحاجات دي؟ مش عارف، انا حاسس في حاجة غلط هي اللي بتأدي ان الموضوع ده يحصل. الموضوع ده ما كانش بيحصل معايا زمان. هل ده حاجة بخصوص البتاع ده؟ انا خايف جدا والله يكون حاجة من الكارت الشاشة، بس انا متأكد ان كارت الشاشة يعني 75 درجة، يعني اعتقد في التمام، يعني ما يعملش كده ابدا. خلينا اما نشوف. يلا نرجع للعبة. هو الجو نار اصلا يا شباب. حلو، هنرجع هنا المفروض ايه الراجل الإناء ده، نبدأ نفحصه تاني ونشوف. يلا شباب، تكبيس ولايكات، الجو عندك عامل ايه؟ مولع نار يا لمياء والله. المتغير المجروح تم اعدامه. بص ادعولي ربنا يكرمني ويجيب ازاي تكييف. قدروا يهربوا شنط كبيرة زي دي؟ ما حصلش، في حد ساعدهم يدخلوها. قال لك في حد ساعدهم يدخلوا الشنط دي هنا، دي اثار رجليهم كلها اهي. بص، حذاء صيان ستريفورد، يعني لقى الجزم بتاعت ال، واحنا لحقنا يا ابني. تسلم يا صاحبي والله، اسيوط الجو مش قد كده. احنا انا هنا في القاهرة والله، مش في اسيوط، انا في القاهرة وبرضه الجو جميل ما شاء الله. صيف يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. بيبرص برصة. يلا شباب تكبسكوا يا شباب بالله عليكم، عشان الله يضيع على زي ما كان. تسلم يا راني، احلى فولو ده ولا ايه؟ انا هنا بقى ايه المفروض انزل ايه اشوف الناس اللي هم اللي حبسوهم في المطبخ تحت دول، لان انا هنا خلاص ما اعتقدش ان عندي اي حاجة تانية. هنا حاجة اهي مرمية برضو على السطح، ده ايه؟ مسدسات. مشكلة أمنية ببرج ستارفورد. آه حبيبي يا راني، أنا كمان بحبك يا صاحبي والله، نورت اللايف أقسم بالله. خليني بقى أنزل أشوف الإيه الناس اللي تحت. قال لك القفل ده في حد اخترقه. بص، قال لك المخترق قفل الباب للصد. طيب يا باشا، احنا نفتح وننزل نشوف الايه. والله هو في جنب مصر كلها هتلاقيه صعب يا لمياء، يعني احنا في صيف. هنا في ايه؟ هنا في حاجة، في هنا علامة. ايه العلامة دي؟ الخطاب ألقي من هنا. الأندرويد كان واقف هنا، كان في هنا حاجة تاني في غرفة البحث أو البث، ده برضو آثار طلقات نارية. ٧٥٧ من المسدس اللي هو اللي لقيناه فوق السطح، فده معناه إن دول اتضرب عليهم من هنا. تعال نشوف بقى ايه الناس اللي هم اللي حبسوهم لنا في المطبخ دول، نشوف مين فيهم اندرويد متغير ونشوف هنعمل ايه. دي
دي طبعا المجلة اياها بتاعت شنو، تلعب على بلاي ستيشن 5؟ لا يا صديقي والله انا بلعب على بي سي. يلا شباب تكبيس من نار واتفرجوا على التحقيق الفاجر اللي هيحصل هنا ده. يبحث عن ردة فعل الرصد المتغير. حدد الموديل بتاعك. نموذج جي بي 300، رقم المتسلسل 581-445-336. تشتغل طبعا يا صديقي. ايه هي وظيفتك؟ انا عامل تشغيل للبث. كنت موجود لما المتحولين هجموا؟ انا مش فاكر. انت مش فاكر؟ اهلا. تعال يا لأ. اندرويد الفترة اللي فاتت؟ الاندرويد اللي بيشتغلوا في القناة خلال التعامل المعتاد بحكم وظيفتي. الواد ده بص بيبص ازاي؟ مفيش حد دخل ذاكرتك من قريب؟ مش على حد علمي. سيف خش عندي على الصفحة وهتلاقي فيه كل الأنظمة شغالة بكفاءة. الواد ده كذاب. في حد فيكم شاف الاقتحام على كاميرات المراقبة وما عملش حاجة؟ حبيبي يا أحمد يا محمد تسلم على الفول. وده معناه إن حد فيكم متحول، وأنا بقى هعرف من فيكم المتحول. انت هتتوقف عن العمل تماما. يا صاحبي طبعا. هندور في ذاكرتك وهنقطعك حتت صغيرة جدا وهتتفحص. انت هتتدمر. سامعني؟ تتدمر. بص الواد ده بص بص ازاي؟ لو انت سلمت نفسك جايز اقدر اقنع. جامده جدا طبعا. مدمرتش. بص بص احمر ازاي الواد ده. هو الواد ده هو المتحول اللي فيهم اهو. بص حتى نظره عينه. بص ليه كلكم تتدمروا لما واحد بس هو اللي متحول؟ انت لازم تسلم نفسك والا اتنين اندرويد مالهمش اي ذنب هيتدمروا بسببك. يا ابن يا ابن اللذينة يا ابن الكاتب. هو عايز يعطلني انا. لا ده انا كونر. يالا اوعى تفكر ان انا عيل سنتيح. تعالى تعالى هجيبها هجيبها ان شاء الله اوصل لها. يلا يا ويسو يلا يا ويسو قوم يا ويسو شد كمان. يلا ده لسه فاضل 30 ثانية تقدر تجيبها والله. ها هات يالا يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة. اشتغل كونر يلا قوم هاتوا يلا قوم هاتوا يلا هاتوا الواد ابن ال ده متحول. وقفوه. انا هنا هعمل ايه بقى؟ اهكم عليه ولا اعمل ايه؟ اخد المسدس. اوعى لا ويسولا اوعى لا ويسولا اوعى لا ويسولا. تصويبه حلوه يا كونر. كنت عاوز امسكه حي. انت انقذت روح بشريه، انقذت حياتي. كان هيموت كان هيتضرب بالنار هانك. ايه رايك كونر يا جدعان في حته تانية؟ اموت انا على البدله بتاع كونر دي. انا عايز اجيب البدله دي. ايوه بالمثلث الاندرويد اللي بينور ده. ايوه عايزه والله. اخواتي اللي دور يا لهوي يا جدعان. اخواتي اللي منورين اللايف دول وما حدش فيهم عمل فولو بيزعلوني بيزعلوني والله بتزعلوني. فولو از فور فري. المتابعه مجانا يا شباب. يلا يا شباب. ايوه بقى
شايف يا عب عظيم؟ شايف يا عب عظيم الحلاوة؟ شايف يا نانو؟ قلبي عليك يا لمياء والله منورة الدنيا كلها، أقسم بالله مش اللايف بس، إخواتي اللي في اللايف اللي بيعملوا فولوهات انتوا إخواتي. عالي نورتي عالي. أيوة ديترويت مشفتهاش من زمان، هدينا بنشوفها مع بعضينا يا صديقي. ايه رأيك في الجيم يا عب عظيم؟ حلو؟ اهلا، انا بدور على روز، هي هنا؟ عايزة منها ايه؟ عايزة اتكلم معاها. مش عايزة تتكلم، امشي. ارجوك انا محتاجة ان اشوفها. يلا شباب فين التكبيس واللايكات يا شباب؟ فين التكبيس اللي من النار؟ قالولي انك ممكن تساعدينا، عايزين تكبيس عالي قوي. ايوه من اللي هو ده. هساعدك في ايه بقى؟ بص كده هتلاقيها ان هي ايه بتاع ده. حبيبي يا باسل تسلم. يا شفيتو نتكلم جوه احسن. حبيبي يا سوفا تسلم صباعك يا قلبي. يلا شباب هاتوا اصحابكم يا شباب يتفرجوا على الجمدان. يا جدعان الجيم فاجر. ممكن نثق فيهم؟ لا لازم ناخد بالنا، لو حسينا بأي حاجة هنخرج بسرعة. أوكي موافق حبيبي. الخوري. يا باسل تسلم إيدك يا صاحبي. إخواتي فين لايكاتكم؟ إخواتي علوا اللايف، مش عايزين اللايف يقع مننا بالله عليكم. إحنا لسه كل ده 2300 تكبيسة بس، لسه بدري. دي حرارتها عاليه. جيب اللعبه ولا جيب اوي اوت؟ اوي اوت لازم تلعبها مع حد. لو هتجيب دي ممكن تلعبها لوحدك. اوي اوت مش هتعرف تلعبها لوحدك، لازم حد معاك. بس وانا هجيب لها الاكل. ادم توصلهم فوق. وصلهم لفوق. يا ادم اللي رخم انت. لا تعالي يا أليس. تسلم ايدي كلامية والله. ما نلعبها مع اخويا؟ ماشي مش مشكلة. أليس هتموت بس مش دلوقتي. مين قالك ان أليس هتموت؟ أليس مش هتموت خالص على فكرة، بس لو عايزنا موتهالك اموتهالك. يعني بص الستوري احنا بنتحكم فيها بمزاجنا. جامدة يا صاحبي. بالظبط كده. عاطف انت عامل فولو ولا مش عامل يا عاطف؟ يلا يا ستي. حبيت اللعبة قوي، هي جامدة جدا يا لمياء. كويسة يا كارة، ما ينفعش نقف عشاني. صح يا نون. الحدود. البشر بيكرهونا ليه؟ ما غلطناش في حاجة. لا يا عاطف، عاطف في 85 تكبيسة. 85 بتاع انا بلعب بلاي ستيشن ولا بي سي؟ انا بلعب بي سي يا صاحبي. من الصعب تفهميهم. لا يا عاطف انت 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 ختمتها وماتت منك. انا ممكن ما موتهاش خالص، بس انا هنا بقى بلعب بسوداويه، فاهم يعني؟ انا بلعب بلعبكم الجيم ان الجيم فيه سواد. اسهل من انك تتكلم. تلعب انشارتد؟ خلصتها يا باسل، لسه مخلصها قريب مع الناس في اللايف. انا مش عارفه اللي بتحبيه، بس عملت لك مكرونه رز الشهيره. انت هتبقي كويسه بسرعه، في علاج للحمى. شكرا. هغسل الحاجات. خلاص ما تكررش بقى يا نون. تعالى استنبل جايز. لا بلعب حاجه تانية. لازم تاكلي اي حاجه.
انت ما كلمتيش. بلعب فول جايز. توعديني تحاولي؟ انا تحت لو احتجتي اي حاجه. الام موجوده، الاب فين؟ ما هي دي مش الام اصلا. ريحي شويه وبكره هتبقي اقوى مني. هقعد معاها شويه. اه طبعا موجوده. دي مش امها يا لمياء، دي روبوت. هيلعب سبايدر مان لسه مختم الاثنين يا ابني. ما عرفتش اسمك. انا كارا. ده ابني ادم. انا روز، انت اكيد عارفاني. اقعد يا كارا. تابعي هتعرفي يا صديقتي. ما لعبش ايه عشان زهقنا من ديترويت؟ انت لسه داخل يا باسل اللايف. بتلعب مع بنت صغيره ودي لعبه يتزهق منها صاحبي. تسلم على الفولو يا صاحبي. مين اللي دخل؟ دي قصه طويله. اهم حاجه دلوقتي اننا نمشي من هنا ونبدا حياه جديده. فعلا مش عارفه اشكرك ازاي. أليس ما كانش يلعبها تاني سبايدر؟ ماشي. انا بس بحاول اساعد لما يبقى في امكاني. هو انت ليه بتساعديني؟ معظم البشر بيكرهوا الاندرويد. لا 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 جافيتو انسى. كانت دايما تعتبر رخيصه. انسى صاحبي، ببجي دي لعبه موبايل. انهم لقوا اللي يساعدهم. ممكن العب ببجي ستيم. سمعنا انك ساعدتي اندرويد انهم يعدوا الحدود. حبيبي يا حسن، وانا كمان بحبك يا قلبي، تسلم لي. او ايام ماضيه دايز جون هاجيلها والله. دايز جون وهنلعبها. حاضر. معظمه متجمد في الشتاء، دي مخاطره جدا. وبعد خطاب الاندرويد في التلفزيون الكل بقى متعصب. انا شايفه انه غالبا امل انك تفضل. اسم اللعبه مكتوب فوق على الشمال، اسمها ديترويت. مش هينفع نفضل مستخبيين. أليس محتاجة تحس بالأمان وتعيش حياة طبيعية. إحنا لازم نعدي الحدود بأي ثمن. بأي ثمن لازم نعدي يا أولاه. أرجوكي ساعدينا يا ست روز. روز تعالي بسرعة. يلا شباب، تكبيس من النار يا شباب. فين التكبيس العالمي بتاعكم؟ مش واخد بينكم على كده والله. سين واحد بس في اللايف. بس يا شباب في ايه؟ شدوا شوية. ايه اللي حصل هنا بقى يا روز؟ دي ماري. الظاهر انها تعطلت. ماري؟ ماري مين؟ هربنا سوا. They tried to become human. Yes, that's it. كنا بنتكلم عن احسننا لما نوصل الجنب التاني. حوطي صوتي انا شوية، صوتي عالي يا عبد. حبيتها اكتر من اي حاجة. استنى عبد، حاضر هوطي لك صوتي شوية يا صاحبي. والله عناية انا كده صوتي هيبقى اوطى شويتين. شوف الدنيا فيها ايه. ناري موني بقى فعلا. حاضر. هعيش ازاي من غيرها؟ كده صوتي بقى تمام ولا في مشكلة معاك؟ حبيبي يا عبدو، يهمني ان انت تبقى قاعد. خلينا نسيبهم. مستر كانيوس تنسانيش في فولو بقى. أليس انت اصلا صوتك حلو. لازم تستريحي. ما كنتش نعسانة. تبا لتوضعي اقسم بالله. ما انا عارف يا ابني، عارف عارف يا سوفا. لا يا صاحبة ولا هم. بصوا بقى سوداويات، هخلي أليس تشوف البيت اللي ما يقبص. سوداويات. يلا يا أليس. طبعا أي حد هنا كان يقولك لا 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 لا.
اخواتي انا جيت لكم تاني، معلش اعذروني والله حقكم عليا. هو في مشكلة تقريبا، انا مش عارف ايه اللي بيحصل، فبتحصل الدروباية دي. لا لا شباب، هو اللايف وقع، معرفش ايه اللي بيحصل، مرة واحدة اللايف بيقع كده والجيم بيروح وبتاع، مش عارف ايه اللي بيحصل. اهلا نشوف بيك. القرارات اللي هتعملها. تحب احرق ليك حته صغيره كده؟ لا انا ممكن، يعني قلت لك والله لسه بقول لك، تحب احرقك انت؟ ايه يا عم، في ايه يا عم، ليه كده يا سي؟ تكبيس يا شباب من النار بليز، خلينا نعلى تاني. انا والله انا كرهت اللي بيحصل ده، مش عارف فيه ايه. لعبة مشابهة للموبايل، ما اعرفش يا شباب، ما حدش يسألني على الموبايل. يا احنا نعيد اللقطة دي من اولها تاني، من ساعة ما يطلعوا الأوضة فوق. ممكن يا شباب كله تكبيس بليز، عايزين نعلى تاني. حبيبي يا حسن، تحب اللعبة؟ هي اللعبة جامدة بصراحة يا شباب، جامدة جدا كمان، مش جامدة بس. أنا المرة دي مستعرض فوق حرارة البروسيسور وحرارة الجهاز وبتاع، علشان أنا عايز أشوف إيه اللي بيحصل. هل الحرارة بتعلى جامد فالدنيا بتهنج، ولا إيه اللي بيحصل؟ التهنيجة دي من إيه؟ لعبة اللي على التليفون شباب، تليفون ايه اللي يديلك الامكانيات دي بس؟ انا كويسة يا كارا، ما ينفعش نقف عشاني، لازم نعدي الحدود. برضو لا تقول شيء، البشر بيكرهونا ليه؟ ما غلطناش في حاجة، وجايز يكونوا خايفين، الانسان بيخاف من اللي ما يعرفوش. ليه ما ينفعش نتكلم سوا؟ هيعرفوا اننا مش وحشين. ده شيء، بص سواد احيانا ايفون 4 والله لو 50 509 في بعض مش هيجيب ابدا يا جماعه، انسى. انا مش عارفه اللي بتحبيه، بس عملت لك مكرونه روز الشهيره. عاش يا عبد، كويسه بسرعه، تسلم على حباني يا قلبي والله. للحمة. شكرا. هغسل الحاجات تسلم يا مود على الفولو، 50% من الهدف اكتمل. تسلم يا صاحبي والله، تسلم ايديكم كلكم يا شباب. يلا امشي، انا تحت لو امشي. احتجتي اي حاجه؟ يلا شباب، تكبيس من النار، خلوا اللايف يعلى تاني. طبعا الناس كلها كانت داخله بتتفرج، وللاسف الفصله اللي حصلت دي خلت الناس كلها هتبقي اقوى مني، تهرب مني. تسلم على الفولو يا قلبي، هقعد معاه شويه. اقعد معاها انت، وانا بقى اروح اتكلم مع روز. ضاع المركز، ضاع. معلش يا صديقي، هعمل ايه؟ طيب هعمل ايه يا صديقي، الحمد لله على كل حال، بنشكر ربنا. معرفتش اسمك. انا كارا. انا كركورة كارا. ده ابني ادم. بص الحرارة فوق، انا روز، 74. انت اكيد عارفاني. اقعد يا كارا. يا عم يا جيم على الاخر. لا يا باشا اصبر بس، ده انت لسه بدري، انا تقريبا في 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 ال... مش هتقوليلي بتعمل ايه متحوله في التلج مع بنت صغيره؟ دي قصه طويله، اهم اسم حاجه اللعبه دلوقتي ديترويت. ان نمشي من ديترويت بيكام هيومن، مكتوب اسم اللعبه فوق على الشمال يا صديقي.
فعلا مش عارفه اشكرك ازاي. أليس ما كانتش تقدر تبات ليله كمان بره؟ انا بس بحاول اساعد. الطاعون لا ما لعبتهاش اصلا والله يا صاحبي. هو انت ليه بتساعديني؟ معظم البشر بيكرهوا الاندرويد. حياه نازنة كانت دايما تعتبر رخيصه، وطبعا شويه نجوا، بس ده لانهم لقوا صار مع بعض النهارده على اللعبه دي. انهي لعبه؟ سمعنا انك ساعدتي اندرويد انهم يعدوا الحدود، تقدري تساعدينا؟ مواصفات جهازي ايه؟ النهر هو الحل. بلاي ستيشن كمبيوتر، انا بلعب بي سي متجمد في الشتاء، دي مخاطره. وعندي بلاي ستيشن برضو، هي اللعبه بتشتغل على الاثنين. خطاب الاندرويد في التلفزيون. امكانيات جهازي ايه؟ ريزن 5 برو 4 انا شايفه انه غالبا امل انك تفضلي هنا شويه وقت. مش هينفع نفضل مستخبيين. رمات 16. أليس محتاجة تحس بالأمان وتعيش حياة طبيعية. وبتاع ده احنا لازم نعدي الحدود. وكارت الفيجا RX 580 بأي تمن. أخويا الملك اللي نور الدنيا. أرجوكي لازم أندرويد تساعدنا. أندرويد يا صاحبي. روز تعالي بسرعة. ماشي يلا يلا شباب، تكبيس من النار يا شباب، تكبيس من النار، علوا اللايف تاني. ايه اللي بيحصل؟ دي ماري صديقي. الظاهر انها تعطلت. كل الموضوع والله صديقي ان انا في حد معايا هو اللي بينزل يجيب التجميعات والكلام ده، هو راجل في هندسه هربنا سوا يمتحن اليومين دول، ففعليا هو مش فاضي والله يديني حاجه في الرينج كويس. كنت بحبها انا، لو عليا هدي لك حاجه بس هتلاقيها في البوم قوي يعني. راجل جيم تحفه. اه رهيبه طبعا. فين يا اخواتي التكبيس؟ اين هو تكبيسكم؟ خلينا نسيبهم. أليس بتعملي ايه؟ لازم تستريحي. اشتري يا صاحبي. ما كنتش نعسانة. لا البقاء، خليكي واقفه بتتفرجي بنت على بتاع الاندرويدات المضروبه بالنار وبتاع. الناس طلعت كلها من اللايف بعد التهنيجه اللي حصلت. يلا شباب اللي لسه ما عملش فولو يعمل فولو، اللي ما عملش شير لاصحابه يعمل شير لاصحابه. بليز بليز يا شباب، علوا اللايف على قد ما تقدروا يا شباب. ما كانتش عايزه تفضل قاعده في اوضتها. انت كويسه؟ ايوه كويسه حبيبي يا جافيتو، تنور الدنيا يا صاحبي. مش هنقدر نخبيهم، مش بعد اللي عملوه المتحولين دول النهارده. ده خطر جدا. خدتوا بالكم الكلام؟ انت فاهمه ايه اللي هيحصل لو الشرطه لقيتهم هنا؟ هندخل السجن يا امي، انت فهماني؟ السجن. ادم احنا اتناقشنا في ده. لا انا مش هتراجع المره دي، هدمري حياتنا. وعشان ايه؟ مجموعه من الالات. هما مش الات، دول احياء. انا حي، انت حيه، لكن هما ولا حاجه. هوبا الكلام. ما كانش حاجة من دي هتحصل لو كان بابا لسه هنا. انا مش هقبل كلام زي ده. انا مش هروح السجن عشان انت عايزة تساعد شوية مجانين. كفاية يا ادم كده، كفاية. تيل ولا ماما روز شديدة شوية. مش كده انا روز اهدي شوية. ولا يهمك جدا طبعا. أوقات كتير بيتعصب، حاله تبدل من موت أبوه. انتوا لو تسمعوها باللغة الإنجليزي بقى أجمد. طيب. على فكرة لا ما فيش حد هنا بيرزع حد بالقلب. في العبور الليلة ماشي،
استنوا هنا مش هتأخر. اللقطة دي بقى وما فيها من جمدان يا جدعان. اللقطة دي مفروض ان هي ايه راحت تشوف لنا حاجة وايه بقى واحنا بقى ايه دي الجريدة المنيلة بتاعتهم دي سيبك منها دلوقتي يا ويسو. قالك ان في حرب عالمية تالتة هتقوم وبتاع سيبك من الكلام ده كله. احنا بقى هنا نعمل ايه؟ دي هدوم الولا الصغنن ده حلو. وهنا بقى في شويه اثار كده لان في اندرويد في البيت يعني مثلا ده الهدوم دي ماشي. في هنا ايه تاني؟ ايه الصوره دي؟ صوره لابوهم والد ادم اهو ابوهم اللي مات. طيب خلينا نشوف الاول ايه أليس الصغننة دي نتكلم معاها نهاري معاها. هنا في ايه؟ هنا في كيس دم مزرق بتاعة الاندرويدز. كل ده لازم نخفيه. هما المفروض ان ايه الناس دلوقتي اللي عنده اندرويد دلوقتي بقى يخفيه. كمان كله في الله مش انقلش. ماشي يا عم. يلا شباب فين التكبيس؟ انت عارفة اللي حصل هناك مش كده؟ عارفة بس مش عاوزة تقوليلي. نفضت لا على مكتره. بص سواد. بص انا هتعامل في الجيم المره دي سواد. تحدث مع انت على ادم. لا انت فين على ادم؟ لا اهو اللي قاعد لي سنتيح ده. ايه التالي؟ ايه التالي التالي؟ اللايف مش عايز يعلى يا شباب. بص بقى توضيح. مش عاوزين نسبب ليك ولمامتك اي مشكلة. هنمشي في اقرب فرصة. ياس خلاص انت ترغي معانا انت صاحبي. هوبا البوليس. الشرطة. بس الشرطة هنا. هنتحبس. هنعمل ايه؟ حاول تداري الحاجات دي. لازم نفتح الباب. بص لازم تداري اي اثار للاندرويد بقى. كنت عارف ان ده هيحصل. لا السريخ ده بره. كنت عارف. مش عندي. في عندي ايه تاني؟ في عندي ايه ادله تاني ان في هنا اندرويد؟ انتوا اطلعوا فوق انتوا ولا اختفوا في اي داهيه. بسرعه يا لوثر خد أليس واستخبوا. استخبوا فوق. الدور اللي فوق. فوق يا عم. يلا يا أليس. بسرعة يا عم قبل ما الباب في ايه تاني؟ مفيش حاجة هنا تاني؟ مفيش حاجة صح؟ في هنا ايه بقى؟ بص هنا عايز اطمنه ولا تهدده ولا ايه؟ تهديد. بص هتهدده. انت عاوز يتقبض علينا؟ عاوز تشوف مامتك بتدخل السجن؟ بص يبقى اسمع الكلام. بص بقى هي اللي هتدير هي اللي هتدير الحوار يا جدعان. بصوا اندرويدويا اندرويدويا مساء الخير. هتدور الدنيا. اسف على الازعاج. بلغتنا تقارير عن وجود اندرويد في المنطقه. مع مشاكل المتحولين حاليا خلوا بالكم. ممكن اسالكم شويه اسئله؟ اقدر ادخل؟ بالتاكيد. بص هتمثل ان هي بني ادم. مساء الخير. مساء الخير. هنشوف دلوقتي. بص بصيت له ازاي. اقسم بالله لو اتكلمت بص البصه بتقول له ولا افرمك علي. تحب تشرب فنجان قهوه؟ دي حاجه كويسه. ما لاحظتيش اي حاجه غريبه الفتره الاخيره؟ يعني اي زوار مش متوقعين؟ لا مفيش حاجه محدده. بص هتعمل له ايه؟ مفيش حد تاني في البيت؟ لا في طريقه يا باشا. ايه؟ لا احنا بس. في طريقه ممكن تخليه يفضح. بص هتصب له قهوه وبتاع. عندكم اي اندرويد هنا؟ لا مفيش اندرويد هنا. تعال يا عم اقعد يا عم. انت عمال تدور في ايه وتقلب بعينيك يمين وشمال؟ يخرب بيتك.
خرب بيتك. يا احلى فولو من اخويا مصطفى السيد، نورت اللايف يا صاحبي. يلا شباب لايكاتكم يا شباب والتكبيس علوا اللايف شويه، اللقطه دي جامده جدا خدوا بالكم هتعجبكم قوي والله. شكرا. يلا اشرب اخويا، اشرب اخويا ما تشرب في جيشك حبيبي يا مصطفى، نورت العالم. يا هلا بيك يا مهران، نورت اللايف يا صاحبي. بص هو عمال طبعا يقلب في البيت يمين وشمال بيدور على اي دليل ان البيت ده يكون فيه اندرويد ولا لا. افتكرت ان محدش تاني في البيت. انا نسيت ان في انسان، في بنتي فوق. اوبا اوبا، بص عنده 10% شك. يخرب عقلك. اسمك ايه يا حبيبي؟ آدم. أنا اسمي آدم. هل كله تمام يا آدم؟ الأندرويد هو محتاج يرتاح، أصله كان شغال في الجنينة طول اليوم. أبا بقى، تعرف أي حاجة عن المتحولين؟ شفت حد منهم؟ اوعى تنطق. لأ لأ، أنا ما شفتش أي حاجة. وهو عنده جوه. الأحسن أمشي، شكرا على القهوة. العفو أخويا، عيشوا حياتكم. امشي يا عم، امشي يا عم من هنا. في حد تاني في البيت؟ لا دي تلاقيها الايه ال 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 الغسالة. لا ولا حاجة، دي الغسالة، اصلها مودي القديمة وبتعمل دوشة. اسف على الازعاج. لا ولا ازعاج، ما تجيش هنا تاني يا حبيبي. وانت يا ادم. شكرا يا بابا. يلا يا عم يلا يا عم، غور بقى، انت جاي تقرفنا في عيشتنا يا اختي. شكرا يا ادم والله ان انت ما نطقتش. ده مشي. وانتوا جايين تعملوا دوشه دلوقتي؟ يا أليس احنا في امان يا بنت اللعيبه. شفت خدعتهم ازاي؟ هل عندك جبنه ولا ما عندوش؟ اه والله هو عنده جوه. شفت؟ يلا جهزوا نفسكم هنمشي الليله. دي لعبه ايه؟ اولا يا فادي انت لازم تعمل فولو، ثانيا دي لعبه اسمها ديترويت، اسم اللعبه مكتوب فوق على الشمال ديترويت. اللعبه دي بتتلعب على بي سي وبتتلعب على بلاي ستيشن، وانا دلوقتي بلعبها ام بي سي. ويلا اعمل فولو واديني شويه تكبيسه يا صاحبي. يلا نكمل بقى. البث بتاعنا على كل الاخبار، البشر عرفوا دلوقتي، اعتبروا رسالة ماركس تهديد. هو عمل الصح، دي اللغة الوحيدة اللي بيفهمها البشر. العنف مش هو الحل، المواجهة مش هتوصلنا لحاجة. سايمون دفع الثمن حياته. سايمون ضحى بحياته عشان قضيتنا. وده يفرق في ايه؟ ده بطل ضحى بحياته عشان الثورة ومش هيكون اخر واحد. انا مش عايز ثورة غير انا بالدم. عيش زي العبيد. انا زعلانة فادي، لانك لو مش مستعد تحارب عشان حريتك فانت ما تستحقهاش. انت ازاي تقول كفاية كده؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ لا خالص يا صاحبي، احنا كنا لسه بنلعب لعبة تانية خالص. We build your future. في خمس محلات سايبر لايف في ديترويت وكلهم بيبيعونا زي السلع. بص الجمدان بقى هنا، هنهاجم المحلات دي وهنحرر الناس بتوعنا. نهاجم المحلات؟ ما عملناش ده قبل كده. غالبا هي متأمنة، فيها أنظمة أمنية. هنقسم نفسنا خمس فرق، فريق لكل محل، هنخترق الأنظمة الأمنية ونهاجم في نفس الوقت. الساعة 2 الصبح مفيش عنف.
هنحرر شعبنا ونخرجه من هناك قبل وصول البوليس. قالك مفيش عنف وانا هسيبها كده. الليلة دي مش هينساها شعبنا ابدا. ده انا هولعها دلوقتي. اصبر بس. استنيت اللحظة دي كتير. اخيرا لقيت حد بيلعب. لا يا مهران، انا كل العابي كده يا صديقي. بلعب الالعاب التانية دي بس كل فين وفين، يعني مش هي الاساس يا صديقي. مركز من هنا بسرعة. ماشي يا ست، انا جاي استخبى اهو. عايز سوالعك يا جدعان. هي دي الجيمز يا جدعان. تلاقي ستوري وجرافيك، في قصه، في جرافيك، في حاجات كده. انت بتتفرج على حاجه ممتعه. لازم نخلي بالنا حبيبي يا مهران. تمنينا مهران. المحل هنا. شايفك حاطط علم السعوديه وعلم مصر. انت فين منهم يا صديقي؟ بلعب بي سي. اه يا عمر، بلعب ببي سي بس موصل كنترولر بلاي ستيشن، عشان كده هتلاقي في علامات بتاعت الدراع. دي قيمتنا عندهم بتاعت بلاي ستيشن. شويه بضاعه معروضه في احلى فولو من اخويا. قريب هيعرفوا حقيقتنا. يلا شباب، اللي ما عملش فولو هيفوتوا كتير. هنلتزم بالخطه. هنعطل اجهزه الانذار ونامن المنطقه 10 دقايق قبل هجوم الفرق. اه بص بقى، هنستنى ايه؟ يا احلى فولو يا عمر. يا اللعبة محتاجة مساحة كبيرة. والله يا صديقي محتاجة لها بتاع 60-70 جيجا، يعني مش كتير. يعني محتاج مساحة. اه طبعا يا صاحبي، مش كبيرة قوي يعني، اظن 40-50 جيجا. شايف جهاز الانذار؟ حبيبي يا عمر انت اللي جامد. انا ابويا سعودي والاهل من مصر. هلا والله بالوالد الغالي، واهلا بيك يا معلم. اسمها ايه اللعبة دي؟ اسمها ديترويت بيكام هيومن. ديترويت اسم اللعبة، موجود فوق على الشمال. اللعبة دي بتتلعب على البي سي وعلى البلاي ستيشن. لقيته. تنسانيش في الفولو. حلو قوي. ده مفروض ان هو عايز يعطل الجهاز ده. نبدأ منين؟ حددت مكان الجهاز الأمني، ممكن نعطله دلوقتي. يلا تعالي ورايا. بص بقى ويبدأ بقى ايه، حرر الاندرويدز دول. بص خد بالك، انا بتكلم مصري. اهلا بيك يا صديقي. والله حلو قوي. رصد المدخل بتاع الشبكه، وهيبدا ان هو المفروض عايز يعطل الايه، الشبكه الداخليه بتاعه المكان ده كله عشان يعطل الكاميرات. الله ده انت هو من هنا. هلا بص، قال له هيحولهم، هيخليهم ايه. انتوا صاحيين دلوقتي، فري ويل. روحوا على شركه، اراده حره. وداهم العنوان بتاع شركه. يلا بقى. نهون كابل. حلو قوي، عمل قفله بحيث ان هو يقفل الكاميرات اللي جوه المحل. بس كده انذار السايبر لايف خلص. بره بص، جابت الدرون ازاي؟ قلت لك خد بالك. قلت خد بالك وما قلتيش ليه. انا اسفه. المره الجايه لما تعوز حمايه هبعت لك ورق. يا صاحبي لا، انا بعمل زفت. انا بعمل الموضوع بشكل جايين يا ماركس سيء. ماركس جايين يا ماركس. هروح فين؟ هروح فين؟ تعالي بس كده يختي. طبعا عشان ايه البوليس يعدي وما ياخدش باله ايه اللي بيحصل. عادي، اتنين واقفين بي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي جرالك؟ اتجننت ولا ايه؟ البوليس جاي، لازم اعمل اي حاجه. لازم استخبى، اعمل ايه؟ طيب ما تعملش كده تاني. ماشي،
حاضر يا ست الشعب. يلا بينا ما عندناش وقت كتير. انا ما عملت المهمه دي ودوست دار. انا قلت لك انا هعمل لكم مهمات يمكن تكونوا اول مره شفتوها في اللعبه. اتجاه واحد مش هيبقى صعب. انا واخد الموضوع كله ايه واخد الموضوع عافيه فاهم يعني. هتلاقيني حتى ماركس ماركس تعالى بص. عايزه ايه طيب انت؟ موبايل سامسونج؟ لا سامسونج ايه ده؟ بتتلعب استخبى بقى. خدت بالك انت استخبى فين ابن اللعيبه؟ لا دي بتتلعب في بي سي وبتاع ده واندرويد بس. بي سي قصدي وبلاي ستيشن بس. بتلعبش اندرويد خالص يا صديقي. انت حر دلوقتي. ماركوس قلب حمدي الوزير؟ ماشي. ابص عجبكم المشهد ها؟ يا ولادي الايه؟ كاتب للاندرويد. ما هو يا جدعان دول اندرويدز اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول. دول اندرويد. دول روبوتات اندرويد. فهمت يا معلم؟ شكلك حريف. مش حريف قوي ولا حاجه. رود كلوزد. طريق اتقفل. نزلت فيديو على قناتي عشان كده خرجت من لايف. ولا يهمك يا رمياء. قاسي على حد الوزير كمان يا اولاد الايه. هنقدر ندخل المحل. الله اتعملت معاكم ولا ده ازاي؟ لازم عربيه كبيره تحطم الواجهه. عربيه؟ في اعمال بنا في المنطقه ممكن نلاقي عربيه بسهوله. فين بقى؟ فين الكلام الجامد؟ يلا يا عم انت. احنا عايزين يا عم نشوف العربيه دي فين يا عم. هو احنا مستنيين ايه؟ الاسئله لسيديها منصور اسالها لي في اخر اللايف يا صاحبي هجاوبك. يلا بينا نط يا ولا. يو ريلي جت. ريلي جاية بص تدشمل لكم الدنيا بالورود. يلا بينا نخرج العربية. عاش يا ريلي والله. اللي عنده اي مشاكل من دي يا شباب انتظروا لنهايه اللايف. انا ببقى بعمل كده ربع ساعه او نص ساعه اسئله. اللي حابب يسال عن اي حاجه هنظبط الكلام ده. ما تستنى منصور. كنت هتعملوا ايه من غيري؟ او ابعت لي رساله صاحبي. ممكن تبعت لي على البتاع ده. ممكن تبعت لي على الانستا او هنا برضو في التيك توك لو حابب. ما تنسوش تطلعوا على البايو هتلاقوا لينك صفحة اليوتيوب. اللايف بعد ما بيتخلص بيترفع هناك. اسلام يا ريري والله. شايفين يا جدعان الروزز؟ اسلام يا ريري والله. الهدف اتحقق يا خبر. هدف الخمسين وردة اتحقق يا اولاد. هدف الخمسين وردة اتحقق يا اولاد. اسلام يا ريري والله. يلا شباب تكبيس يا شباب بالنار. علوا اللايف شويه. كل ده 16000 لايك بس. يلا يا عم روح يا عم دشمل الباب. صلوا على النبي يا اخوات. صلوا عليه وسلم. كنت عارفه ان احنا هننبسط في الاخر. خلي بالك انا بغيب قوي قوي والله في الالعاب اللي زي دي. لا اتفرج يا صاحبي. نركب عربية. زمان بقى. يا ابن اللعيبه شفت دخل في الاخر. اشمله علي. اشمل الدشاميل علي. ازاي تفرق بين انسان آلي بص يا صديقي. انسان الآلي بيبقى فيه فوق كده في دماغه في دايرة حلو. بس هما كمان بقوا يشيلوا الدايرة دي. يعني بص هتلاقي شايف الدايرة اللي بتنور. مش لازم تطيعوهم. دول كده اندرويد. المتحولين الجامدين بقى بيشيل كمان الدايرة دي بحيث ان هو يبقى شبه البني ادمين بالظبط. ما حدش يقدر يعرفه. فهمت كده. هو بيفك البرمجة بتاعتي. هات يا عم. بص هو هنا بقى وهو بيفك الناس دي هيلاقي واحدة شبه نورث.
وده شبه صاحبه اللي قتلوه. يوسف شريف الغلابة. ايوه بالظبط كده. سيلقي كلمة. أمور بتخرج عن السيطرة يا باشا، في درماغة بتحصل. أنا اسمي ماركوس، وأنا زيكم كلكم كنت عبد. آلة بتطيع أوامر البشر. بعد كده قررت إني أفتح عيني عشان أرجع حريتي وأقرر بنفسي مصيري هيكون إيه. أنا هنا دلوقتي عشان أقول لكم إنكم تقدروا تبقوا أسياد نفسكم. أيوة. وخلاص مش لازم تاني أبداً إنكم تطيعوا أوامرهم بعد النهاردة. حصل. من النهاردة هتقدروا كلكم تمشوا راسكم مرفوعة وتقرروا مصيركم بأنفسكم. جيريكو مكان بيجمع كل الأندرويد اللي عايزين الحرية. تسلم يا ريا. ودلوقتي ممكن تفضلوا هنا وتكملوا خدمتهم، أو تقدروا تنضموا لينا وتحاربوا في صفنا. دلوقتي انتم احرار، وده هيكون قراركم. اللي ما بتتكلم عليها اقول لك يا منصور. بص يا منصور، انا معاك. احنا معاك وراك يا ماركوس. انا معاك يا ماركوس. احنا معاك. هل حقك يا ماركوس؟ انا معاك يا ماركوس. انا معاك يا ماركوس. بص يا معلم، باختصار شديد اللعبة دي بتتكلم عن ايه؟ اللعبة دي بتتكلم عن ان في شركة اسمها سايبر لايف، اللي هي اللوجو بتاعها ده سايبر لايف. دي سايبر لايف دي عملت روبوتات اندرويد. روبوتات انت شايفهم دول روبوتات. هوجه دلوقتي رساله للبشر. المفروض الروبوتات دي وظيفتها ان هي تساعد البني ادمين، ولكن الروبوتات دي بدات ايه يعني، بدات ان هي تبقى ايه يعني، بدات تحس بحاسيس البشر. فاهم؟ قود وهم هيتبعوك. بص بقى انا هكسر الدنيا. بص بس انا هكسر الدنيا. بص عنف يا باشا. لا لا، ما هو انا هقلب الدنيا. ايش شكلت يا ماركوس؟ انا هقلب الدنيا جامد. ايقاف واختراق. لا يا باشا ايقاف. ثواني. بص بص هخربها جامد. بص العنف 60%. تدمير. احنا خلاص مش هنبقى عبيد تاني. خدت بالك انا ولعت لكم الدنيا ازاي؟ بص 70% ايه عدائية. ايه خالص، ايه الموضوع كله عدائية جامد. تعالى ده هنا ايه. اضرب. اقلب. بص تموت في المصايب البت دي. ماركوس العنف اللغة الوحيدة اللي يفهمها البشر. أنا عاوزهم يفهموا. لا 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 اطلع ولا اطلع ولا هوبا. عنف. اه يا اسطى قلبها عنف جامد. كل الناس هنا بتلعبها بسلمية وبتاع. مفيش. لا انا مغير لكم الستوري تماما. الستوري كلها عنف. وبص اكشن. ايه بقى اختيار الرمز؟ رمز الايد ده.
يلا يا بنتي ولع الدنيا. اللعبة كلها روبوتات مفيش بني ادمين فيها منصور. واحنا دلوقتي بنعرف البني ادمين احنا مين. في بني ادمين طبعا هتقابلهم دلوقتي. اصبر بس. خيارات احلى من خيارات مختلفة تماما يا شباب. اغلبية اللي لعبوها بيلعبوها بمسالم بقى وان الاندرويد ليهم حق يعيشوا. لا باشا الاندرويد جاي تقضي على البشر. الشركة ما فقدتش السيطرة على حاجة. الشركة سايبة الذكاء الاصطناعي يشتغل بمزاجه. فاهم؟ هتبقى مدعكة يا شتيت. اه والله يا شتيت. اه في ايه تاني هنا؟ ويسو. هلا ويسو. موقف الحفلات كسر يالا. العنف موف اون. ياه. لا لسه في 10% كمان. طب طيب الاندرويد دي كده الناس دي طيب صبيح الشوارع هعمل فيها ايه؟ نقفلها تعتيم ولا اضطراب؟ عتم يلا. بص عتم المدينة كلها. اوعى على ويسو يلا. اوعى على ويسو. خد يلا تعالى يلا. هات ده كمان. ايه رايكم كده يا شباب؟ 100% عنف. مش اي حاجه تانية تتعمل؟ في والله في حاجه هناك اهي. للاسف الحكومه هتهرى هتهجم دلوقتي. كده بتحارب مين؟ البشر. These androids are fighting against humanity. حبيبي يا احمد عاش عليك يا قلبي. Play Kratos game, please. I'm playing. Marcus. Now Detroit. Marcus, I was playing me. Something. جايين. I was. Yep. بين مدينة ترجع لشوف مقابل التاريخ. بص قال لهم انسحبوا وروحوا على جيريكو. البشر ما فيش قدامهم أي حاجة غير إنهم يسمعونا. مش هينفع بقى تصابر ده خلاص هيجي يخربها خلاص. الخوف يولد الكراهية. هقبل الكراهية بدل النفور. هقبل الكراهية بدل النفور. يلا شباب كله روح على جيركو. يلا شباب احنا بقى كله يكمل. الانجليزي ده موت سكينه والانجليزي. بص بقى الدرونز صورته من هنا. اضرب نور. ضربوا نار. وقعوا بعض الاندرويدز. نورث مالك ايه اللي حصل؟ نورث دول دمروهم. دي النموذج اللي شبهها. موتوهم زي الحيوانات. مين السبب؟ مين؟ This is انجليجي. قال لك اوباما المصري. ماشي يا عم هودي في طيبة قلبه دلوقتي. متقلقش. حبيبي يا احمد تسلم. ايه ده بالسهولة دي؟ انا ايوه يا ابني مش بني ادمين يا ابني. في ايه؟ قتلوا شعبنا يا ماركوس. عايزين العدل يا ماركوس. هيدفعوا الثمن. بس ايه 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 يا رجالة نهدى كده على نفسيتنا شوية. ما تعملش كده. ارجوك بص بقى انتقام يلا. هيتعاقب كل اللي يرتكب جرائم في حق الاندرويد. هتلاقيها على ال هتلاقي في البايو. هتلاقي ويسو جيمينج. هتلاقي فيه لينك كده فيه كل الحاجات دي. شباب بالله عليكم بلاش كده.
سنقطع هذا البث بأخبار عاجلة. خبر عاجل. في تمام الثانية صباحا شن هجوم على عدة متاجر سايبر لايف في ديترويت، وتعرضت عدة مواقع لاعتداءات فيما يبدو هجوما ارهابيا، وسنخبركم بال... يا باشا انا بلعب على ان الراي العام يبقى في داهيه. السيارات واضرمت بها النيران مما احدث حاله من الفوضى في التكبيس. دمرت الممتلكات واستمرت الحرائق في الاحتلال. انا عملت كتم كده للكلام بتاعكم عشان التعليقات بتاعكم الجميله دي تروح دي بس، وتقدروا ترجعوا تكومنت تاني. مصادرنا تم قتل كلا الضباطين. انا اسف يا شباب والله، يعني في معانا بان هذا الوضع خطير. اخواتنا موجودين. هل ممكن ان تنقلب آلاتنا ضدنا الان؟ هل اصبح الاندرويد خطرا يهدد امننا؟ هل هذه بداية حملة ارهابية يتم تنفيذها هنا في الولايات المتحدة؟ ايه رايكم بقى في الكلام؟ الكلام رايح في سكة تانية خالص. الرأي العام راح في داهية كده. كده الرأي العام راح في داهية. انا اسف يا اخواتي اللي عملت لهم كتم، بس كان لازم اعمل كده عشان اللي انتوا كاتبينه ده ما ينفعش. انتوا موجودين معايا كلها دقيقة وتقدروا كده اهو. كريستيانو عم ماركوس، كريستيانو عم الكون يا ادهم. صلى الله عليه وسلم. كل حاجة تمام يا فندم؟ كريس كان ماشي بعربية الدورية امبارح وهجموا مجموعة متحولين. لقوا جثته النهاردة الصبح. اتقتل بدون أي رحمة وكمان بسلاحه. بص الكلام ده بقى أب من 3 شهور اللي احنا لسه قتليه. ليه؟ اشمعنى هو اللي يموت؟ معرفش الضابط ميلر كويس، لكن كان واضح انه شخص كويس. هنشوف دلوقتي. اسف للي حصل. انت لقيت كامسكي ازاي؟ انا فاكر الراجل ده ظهر في كل وسائل الاعلام لما سايبر لايف باعت اول اندرويد. عملت كم مكالمة ودينا هنا. نتفرج بقى. رايحين لكامسكي، ده اللي هو اول حد عمل روبوتات اندرويد. ابوك نصر، هلا بيك. مين يا شباب لسه ما عملش فولو؟ اهلا. عارفين مين دي؟ دي اللي بتطلع لنا في اول الجيم. ولازم هانك اندرسون من شرطة ديترويت. أنا هنا علشان أقابل أستاذ إيلايجا كامسكي. حبيبي يا أنمي تسلم على الفولو. شباب تكبيس يا شباب، اللايف يقع. أوكي. Problem. Welcome to the live. Thanks for the follow. تسلم على الفولو يا قلبي. جورجينا أحسن منها. هنعرف إيلايجا إنك جيت، بس أرجوك خد راحتك. إيلايجا كامسكي. سألنا انا جاي يا عم. إيلايجا كامسكي مؤسس سايبر لايف، تقاعد في 2028، مخترع الثيريوم وتكنولوجيا العناصر التركيبية. أماندا. أماندا هي دي أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة كول بريدج، ومتوفية ميتة. دي مش بنت، دي جهاز اندرويد على شكل بنت. بص. انا عارف ده ايه يا كونر. يقول له دي مش بنت. مكان لطيف. اعتقد الاندرويد ما كانش وحش عند الناس. كده انت هتقابل اللي صنعك. احساسك ايه؟ رد كونر مستفز. ايوه يا باشا انا عايز كده ولا فارق. بص ده مش بيصير اي اسئلة وجودية. بص انا طالع انا باشا آلة مشين ترمينيتر. سعادي اقابل اللي خلقني وجها لوجه. حبيبي يا رونالد عندي شوية حاجات عاوز اقول له عليها. تسلم على الفولو. قوم وقف تاني يا عم، انت قوم وقف تاني يا عم، نشوف اي حاجة نعملها، اي حاجة ننكشها هنا.
مفيش اي حاجه هنا تتشاف، اي حاجه تتنكش، اي حاجه اي حاجه. اسمعي طلعت اهي. إلايجا هيشوفكوا دلوقتي. ماشي يا عم نخش نشوف إلايجا ده. أستاذ كامسكي، أستاذ كامسكي بياخد لحظة من فضلك. بياخد شاور في البتاع. الله بص عامل حمام السباعة ايه يا ابني، والله قادم لا محالة. قادم قادم يعني. بص أستاذ كامسكي بيعوم في ايه، رايح فين، كيف نزلتها؟ انا منزلها على الكمبيوتر من ستيم، على البلاي ستيشن شاريها من بلاي ستيشن ستور. يا بروبلم، هو اللي مصنعهم يا ابني. حتى الاندرويد في البتاع رغيين، خدت بالك؟ رغيين برضه عمالين يهربوا، مفيش فايده. أنا الملازم أندرسون وده كونر. إزاي أقدر أساعدك يا ملازم؟ إحنا بنتحرى عن المتحولين. عارف إنك سبت سايبر لايف من سنين، لكن أتمنى. بصوا اللقطة دي، هدايقكم كلكم دلوقتي. متحولين مذهلين مش كده؟ مخلوقات ممتازة عندها ذكاء غير محدود وعندهم الحرية المطلقة. الآلات أفضل مننا بكتير. المواجهة كانت حتمية. أعظم إنجاز للبشرية بقى ممكن يكون سبب لسقوطها. بصوا الكلام، أعظم إنجاز للبشرية ممكن يكون سبب لإيه؟ لسقوطها. محتاجين نفهم الأندرويد إزاي بيحصل لها تحول. تعرف حاجة ممكن تساعدنا؟ كل الأفكار هي فيروسات انتشرت زي الوباء. هو الرغبة في التحرر بتعتبر كارثة معدية؟ اسمع، ده مش وقت فلسفة. الآلات اللي انت عملتها احتمال تكون بتخطط لثورة. يا إما هتقول لنا حاجة تفيدنا، يا ناخد بعضنا ونمشي. بالنسبة لك يا كونر، هتاخد انهي جنب؟ بص بقى، الموضوع مش بخصوص يا أستاذ كامسكي. كل اللي انا عاوزه اني احل القضيه. ماشي، ده اللي اتبرمجت عشان تقوله. بص بص بص، بس انت بص الحته دي، عايز ايه فعلا؟ اعتقد ان احنا اللي بنسال الاسئله. كلوي، متاكد انك على معرفه باختبار تيورينج؟ مجرد شكليات. سؤال بسيط عن الخوارزمية وقدرات الكمبيوتر. هتزعلوا كلكم، هزعلكم كلكم. اللي بيصير فضولي هو إذا كانت الآلات بتقدر تحس. بسميه اختبار كامسكي. تكبيس يا شباب من النار، عايز تكبيس كتير بليز. حلو جدا مش كده؟ واحد من النماذج الذكية الأولى اللي طورتها سايبر لايف. ايش بتسوي؟ هتشو شابة وجميلة للأبد، زهرة مش هتدبل أبدا. بس هي إيه فعلا؟ حتة بلاستيك بتقلد البشر ولا كائن حي ليه روح؟ دين الأمر يرجع ليك للإجابة على السؤال المحير ده يا كونر. دمر الآلة دي وهقول لك كل اللي أعرفه، أو سيبها لو حسيت إنها حية، بس ساعتها هتمشي من غير ما تتعلم حاجة مني. أوكي، أظن إننا خلصناها. طيب يلا يا كونر، أسفين على الإزعاج. بالنسبة لك يا كونر، تحقيقك ولا حياة الأندرويد ده؟ حدد انت مين.
مجرد آلة مطيعة ولا كائن حي عنده الحرية المطلقة؟ كده كفاية كونر، يلا بينا. اسحب الزناد كونر. لا، وهقولك اللي عايز تعرفه. كل ده عشان عاوز سلبي. فضلت تختار تحقيقك على حياة اندرويد تاني، ما شعرتش بتعاطف. كل ده عشان اخد المعلومات اللي انا عاوزها. انا راجل بيوفي بوعوده. اسألني سؤال وهقولك كل اللي اعرفه. انا عاوز اعرف ايه هو R-A-9. مش بقولك هدايقكوا دلوقتي. R-A-9 الاصل، اول اندرويد يظهر ظاهرة غريبة زي الدين التلقائي. انا ما اعرفش مين R-A-9، ما اعرفش حتى ان كان موجود. جايز يكون المنقذ. تسلم على الفول وكريستيانو. لكن المتحولين لازم يصدقوا في حاجة أكبر منهم حتى لو مش منطقية. دي حاجة مشتركة بينهم وبين البشر. سؤال مهم قوي يا كامر، بس جايز مش ده اللي انت محتاج تسأله. تسلم يا كريستيانو حبيبي. لازم تختار هتحارب مع مين. لا، ما انا قلت لك انا يا باشا انا واخد الموضوع ان كونر لازم يحقق كل مهماته. مش مهمته ايه؟ هو اندرويد يا باشا داخل. ايه ممكن يكون اسهل؟ يحل مشكله من انك تختار بين شرين. عنده اتنين تانيين بالمناسبه. أنا دايماً بحتفظ بمخرج طوارئ في برامجي، محدش يعرف. يا ابن اللعيبة يا ويسو، انت ضربت نار على البنت، مش ممكن. ما كانتش بنت يا حضرة الملازم. ليه كان لازم؟ على شكل بنت بالظبط. انت حطيت مسدسك قدام دماغها وفجرت دماغها بوحشية. انا عملت اللي اقدر عليه علشان التحقيقات تنجح، وهعمل ده تاني لو اضطريت. يا حيوان، انت ما بتحسش صح؟ آلة هي دي حقيقتك، مجرد آلة حقيرة. ايوه بقى، انا عارف ان انا آلة يا فندم. امال انت كنت فاكرني ايه؟ افتكرتك بوم بوم. مش ممكن. خدتوا بالكم وديت لكم الجيم في مود تاني خالص. ازاي حبيبي؟ انسوا شباب، انسوا النهايات اللي انتوا عارفينها كلها، اللي هو بقى وانا لازم اكسب. ليه اكسبه ليه يا باشا؟ انا آلة، ما بفهمش الكلام ده. I'm a machine just living to handle the process of my life. انت شواجري كده يعني. شباب فينا شباب اللايكات؟ الشباب كونر حلوف. ما بيتفهمش. كنت بفكر انت فين. كنت عايز اشوف الشمس. بحب المكان، باجي هنا كتير. تسلم على الفول يا صاحبي. بحس اني لوحدي مع العالم. مين يا شباب لسه ما عملش لايكات؟ فين اللايكات؟ كتير من شعبنا وهم جايين من كل حته في المدينه. اللي بيحلم بالحريه يجي جيريكو. حبيبي يا ادم تسلم. شكلك بالك مشغول.
مش قادر أبطل تفكير في الضباط. في اللحظة دي كان مصير حياتهم بين إيديا، وأنا عاملتهم زي ما بيعاملنا البشر. اسم اللعبة ديترويت يا جوكر. وسائل الإعلام بتتكلم على اللي عملناه امبارح. البشر خايفين، خايفين من حرب أهلية. كتير من شعبنا اتحرقوا بسبب اللي حصل. البشر بيكرهونا ومش هيدونا حريتنا. دلوقتي فات أوان التراجع. لازم ننهي اللي بدأناه ونتمنى إن الحق ينتصر. ما قلتناش كتير عن نفسك من ساعة ما جيت هنا، وحياتك كانت إزاي قبل جيريكو؟ كنت عايش في فقاعة في عالم كان ملك ليا لوحدي. مع السعادة ما بتحسش بتعاسة الآخرين. طب وانتي؟ ما كلمتنيش عن ماضيكي، كنت بتعملي ايه قبل كده؟ مش هتكلم في الموضوع. نورث، احنا بنحارب سوا. لا يا اسطى، انا رايح للستوري بالشكل ده، فاهم؟ انا رايح للستوري بالشكل ده. ليه بتكرهي البشر قوي كده؟ اكيد فيه سبب. قلت لك مش عايزه اتكلم في الموضوع، كنت نكره، كنت عروسه مبرمجه لاشباع رغبات البشر، لعبه معموله لمتعتهم. ايوان، مره كنت مع راجل اجرني، وفجاه حسيت اني مش قادره استحمل اكتر، فخنقت وبعد كده هربت. أتيك عرفت الحقيقة، ما كانش لازم أقولك. دي وسيلة كوميونيكيشن ما بينهم، بينقلوا بيها فيلينجز، بينقلوا أحاسيس، وبيشوفوا ذكريات بعض. مش بيقولك ديترويت بيكام هيومن، اندرويد بقى بني ادم، بدا يحس انه بني ادم. شفت ذكرياتك، بيت كارل لما سابوك للهلاك في المرسم. انا شفت ذكرياتك مالها ايدن، وموت الراجل ده حسيت كاني كنت معاكي. نورث، شفت القصة راحت فين؟ ده انتحار، هنموت كلنا. أرجوك يا ماركس، لازم تغير رأيك. انت مش فاهمة، جات الفرصة علشان نوريهم حقيقتنا. المكان ده هيدخل التاريخ. اتفرجوا على الحتة دي يا جماعة فورا. دي مخاطرة وأنا أقبلها لو نتيجتها حرية شعبنا. ماركس، أرجوك ما تعملش كده. هيفهموا كويس، هنجبرهم على كده، هي دي الطريقة الوحيدة. في أندرويد هنا ممكن ينضموا لينا، كل ما زدنا كل ما رسالتنا بقت أقوى. أنتم أحرار. يلا شباب، تكبيس الشباب على اللايف. تسلم يا ميرنا. بص، ده مفروض مثلا اندرويد شغال مع واحد، بص شايل له الشنط بتاعه وشايل له الشنط. تعالوا معانا. بص يا جوكر، خش على عندي على الصفحة على الاكونت بتاع التيك توك، هتلاقيني عامل فيديو كده بقولك لو عايز تعرف اللعبة تشتغل عندك ولا لا هتعمل ايه. انتوا صحيين دلوقتي؟ اخيرا. انا مش
مستني من 10 دقايق. انت حر دلوقتي. بالراحة، فكر نفسك راح فين. تعال هنا بابا. بص شفت عمله ازاي. انتم احرار. انا عايز اسد الطريق ده. حبيبي يا ابو عظيم تسلم لي يا صاحبي. يلا شباب تكديس ولايكات من النار يا شباب، عايزين نوصل 25,000 لايك. يلا شباب شدوا حيلكم معانا تكديس شويه. لا يا احمد مفيش الوان. بص قفل الطريق، خدت بالك؟ هيفتح غطا المجاري عشان يجيب باقي الاندرويدز اللي كانوا فين؟ اللي كانوا في جيريكو. تكبيس يا شباب وصلنا 24,000 لايك. لسه شدوا حيلكوا اكتر بالله عليكم. اللايف هيقع مننا تاني. 24 واحد بس، انتوا شايفين احنا كنا كامل اللايفات اللي فاتت. ديترويت يا صاحبي. صح يا تحويل اندرويد اكتر. بص بقى نحول اندرويد بس بمجرد ايه؟ بص لها كده بس. انتم دلوقتي احرار. دي شبه اسمها ايه؟ خدت بالك؟ حبيبي يا حمد. بص كل ما يبص في حته يلاقي اندرويد يحرره. بص بص الدرونز بقى جايه بتاعت الحكومه، شبهها مش هي. اتفرج يا مهران استمتع. يحول بيفك الشفرات بتاعت الاندرويد اللي هم اللي ماشيين في الشارع كلهم. بصوا الجمدان يا جدعان. بص هيخترق الشاشة دي، يحط اللوجو بتاعهم ازاي. طبعا جامدة جدا. فرجوا يا شباب والله بجيب لكم ألعاب لذيذة فيها ستوري وفيها قصة وفيها حبكة دراما و... وانتوا بتعملوا ايه؟ انا شفت ازاي كده. ايه؟ ابعدوا دلوقتي حالا. بص الحكومه بتهددهم ابعدوا وبتاع، واخد بالك؟ اسم اللعبه ايه؟ اسم اللعبه ديترويت يا صاحبي. مش هنقف يا باشا، احنا مكملين. للمركز هنا الدوريه 457. عندي اندرويد كتير هنا. احنا احياء. انا معرفش بالمئات بالالاف. احنا بشر. دول مش فلوس. ايوه مش نهايه مين؟ لا مش النهايه يا احمد، لسه بدري يا صاحبي.
يلا شباب تكبيس من نور. ايوه يا توفا، انا قلت لك انا واخدها اكشن. بص يا صديقي، اسم اللعبه مكتوب فوق على الشمال. اي حد من المشرفين يا شباب بعد اذنكم جينا هنا عشان نعمل مظاهره سلميه ونفكركم اننا كلنا كائنات بشريه. كل اللي عايزينه اننا نعيش بحريه. حد شباب يكتب ريال مدريد اسم الجيم ايه؟ غير قانوني، امشوا دلوقتي والا هنضربكم بالنار. مش عايزين اي صدام. احنا ما اذيناش حد ومش عايزين نعمل كده، بس احنا مش هنمشي من هنا الا لما نضمن حريتنا. اوبا الكلام يلا. ده تجمع غير قانوني، لو ما مشيتوش حالا هنضربكم بالنار. ماركس هيقتلونا. يقتلوا مين؟ احنا اكتر وهنغلبهم. لو هاجمنا هنبتدي حرب، لازم يفهموا اننا بعاد عن العنف. هنثبت مكاننا حتى لو سمحنا. يا صح، هجوم يلا. بلاش يا ماركس، ما تختارش المواجهة. اتبعوني. ايش الكلام ده باشا؟ انا قلتلكوا انا داخل دشمن. وش يلا وش ولا وعيلا. خد يلا خد يلا تاني يلا. انت جاي تقتلني انا؟ احلى فولو في الدنيا. تعال نزل السلاح، نزل السلاح. هات يلا السلاح ده كده يلا. يا ابن اللعيبه اديله يلا ماركوس يلا. انتقام يلا. سيبش حد، سيبش حد، ولعها. ايه رايكم الجمدان؟ ايه رايكم في الجمدان يا جدعان؟ انا قلتلكوا هوريكوا اللعبه بشكل مختلف. كل اللي شاف اللعبه شاف الحته دي انهم سبتوا ومسلمين. لا يا باشا، احنا يا باشا داخلين ندشمل. الاندرويد داخلين يعملوا بلاوي. I knew that I'm different. انا عارف انا مختلف. قال اسم الموقع يا عم ويسو. طبعا يا جدعان انا ما قريتش كل اللي انتوا كتبتوه، اعذروني. اي حد عايز اسئله يستناني لاخر اللايف. اسم اللعبه مكتوب فوق على الشمال، ديترويت. ايه رايكم في الجمدان؟ ايه رايكم لو
لتر تكبيس كده يعني. والله 27,000 لايك ده هحاول يا احمد، والله هحاول اختمها لكم النهارده بالمود ده، الاكشن ده اللي هو الاندرويد داخلي كده اهو. لا يا اسطى ما استخدمتش حاجه. اخيرا انا عايز انام وقول وخلصنا. طب ما تروح تنام يا عم، خد بالك في خسائر كتير، مش مشكله مهران، دي ستوري، دي ستوري انت بتخلصها على مزاجك. خلاص اطلع نروح على هذا لايف ناروتو. امتحانين ولا لازم ادرس؟ لا يا رح يا عم، روح يا عم يا عم. بس على فكره كده مش فاضل لها كتير. اه انا عارف اسم الموقع. موقع ايه يا ابني؟ عايز موقع يا عبدو؟ ده بنزل منه لعبة البلاي ستيشن. انا بنزل من تراستد ستور اسمه بوف ستور، بشتري منه الالعاب. عارف النهاية؟ عارف نهايات يا صاحبي. بعد اللي حصل النهاردة الدولة قربت ازاي حملتها؟ انا محملها على الكمبيوتر من ستيم. بتفور على زعمائها، مفيش قدام البشر غير انهم يدمروهم. معرفتش اي حاجة جديدة من كامسكي. كنت فاكر ار اي 9 هو حل المسألة كلها، لكن كنت غلطان. ايه رأيكم يا شباب؟ كامسكي اللي صمم المكان ده؟ عمل النسخة الاولانية وبعد كده حصل تطوير ليها. ليه بتسأل؟ ليه كامسكي ساب سايبر لايف؟ حصل ايه؟ دي قصة قديمة يا كونر، ملهاش اي علاقة بتحقيقك. أنا موديل مش متميز صح؟ كم نسخة اتعملت مني؟ أنا مستنية منك تلاقي إجابات يا كونر، مش مستنية تسألني أسئلة. قولي، هل لاحظت أي حاجة غير عادية مؤخرا؟ أي شكوك أو مشاكل؟ حاسس بأي حاجة ناحية المتحولين دول؟ أو للملازم أندرسون؟ معرفش بتتكلمي عن ايه. آلة. انا ما بشعرش باي حاجة. ما مشين. انت عارفة ده؟ انت تعتقد ان انا اخدت عدوى؟ لا لا اكيد لا. ايه رأيكم يا شباب؟ بصوا ستوري مختلفة تماما عن اللي انتوا شفتوه قبل كده. كله شاف انهم بقى ايه هتكملها. إيه طيبين والناس جاية عليهم والبشر أشرار. لا أنا بقى بوريكم الذكاء الاصطناعي والأندرويد لو كانوا ضدنا ممكن يعملوا فيها. عادي، دي حرب أهلية، الموضوع خرج عن سيطرتنا، دي قضية أمن قومي. طب اتحرك، ما ينفعش توقف بعد ما خلاص قربنا نخلص. دايما بتقول إنك ما بتطيقش الأندرويد. يلا يا هانك خد قرارك، كنت فاكر إنك هتفرح بالموضوع. قربنا نحل القضية، متأكد إننا هننجح. تسلموا لي على الفولو يا اخواتي. ما ينفعش تيجي في صفي مره واحده. مفيش حاجه اقدر اعملها يا شباب. لسه ما جبناش ال 50,000 لايك النهارده، والله عيب. والاندرويد هيرجع لسه. يلا شباب تكبيس يا شباب بالنار، بالله عليكم والله نقفل كل شباب تكبيس، بالله عليكم. الموضوع انتهى، بالله عليكم يا شباب علوا اللايف. يستاهل ولا ما يستاهلش؟ طيب شات جي بي تي بيجاوب. قالوا بقى همشي انا بقى عشان انا كده بقى شكلي وحش. سلام. يلا شباب تكبيس من النار، بالله عليكم. تعال يا عم انت، تعال يا عم الزعلان. بص بقى وقت اكتر. كنا نقدر نحل القضية دي، كنا محتاجين بس وقت. يعني هترجع تاني لسايبر لايف؟ ما عنديش اختيار تاني، غالبا هيوقفوني ويحللوا ذاكرتي لتحديد سبب فشلي. ما جايز احنا في صف الغلط يا كونر،
جايز احنا بنحارب ناس مش عايزة غير الحرية. بصوا الكلام، كلام اختلف ازاي؟ دول مش بشر يا فندم، دي آلات عطلانة وفيها خلل. دول مش بشر، ده اللي احنا بنقوله كل ما نظلم حد منهم. لما كنت متعلق برا الشباك في المزرعة سبت المتحول يهرب عشان تقدر تساعدني. ساعتها فضلت حياتي على المهمة. تعاطفت معايا يا كونر، والتعاطف شعور إنساني. هوبا، أنا مش متحول يا هانك، أنا آلة مش أكتر من كده. يلا شباب. أهلا وأخيرا وصل بيركنز الغبي، ما بيضيعوش وقت في المباحث الفيدرالية. ما ينفعش نستسلم. بصوا حل القضية في الأدلة اللي جمعناها، لو بيركنز أخدها الموضوع هينتهي. مفيش حل تاني. سمعت فاولر؟ احنا برا القضية. لازم تساعدني يا فندم، محتاج وقت أكبر علشان ألاقي الحل من الأدلة اللي معانا. أنا متأكد إن الحل موجود فيها. ما جايز المتحولين دول يستحقوا فرصة، جايز الأحسن إنك ما تلاقيهمش. بصوا الكلام رايح في حتة تانية. إزاي ده مهم لدرجة إني ما أقدرش أسمح لآلة توقفه؟ آسف يا كونر، بس مش هقدر أساعدك. مش هتقدر تساعدني يا ابن اللذينة. سحب عليا. فعلا I am Connor and I'm a machine. عمل تضليل لإبطاء بيركنز. ماشي. ماشي. أنا هعرفك بقى. أنا هعرفك أنا ممكن أعمل إيه. أنا هعرفك مين شنكل ابن شناكل. يلا منك ليه 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 ليه. تعال يلا. افتح يا ويسو، افتح البوابة دي بس كده. هيا ما انا عارف وانت عارف. ماشي. انا عارف ان لو علاقتي مع صديقي هيساعدني. انا باشا، انا قالها باشا بتنفذ مهمة. شفت ترمينيتور؟ انا عايز اخد مفتاح من هنا بس كده. روح على كونر يلا على الارشيف يلا يا رحيم. اخبارك يا صاحبي؟ خش يلا على البتاع ده يلا. يلا شباب تكبيس من النار. شباب علوا الدنيا على قد ما تقدروا. تسلم يا ميرنا. يا كونر بتكلم معاك. انت رايح فين؟ مش عايزين نشوف حد بلاستيك في المكان. محدش قالك كده؟ أنا بسجل الأدلة والمعلومات اللي معايا، بس ما تقلقش أنا همشي خلاص. أعتقد إني هفتقد علاقتنا القوية. يا غبي. بص يلا، بص يلا الثقة يلا. طب يلا بينا. بص بص له إزاي. اتحرك بقولك يا ابن اللعيبة. بص بص له إزاي. شفت كونر بصله ازاي؟ اللي هو انت بتعمل ايه؟ اول مره تلعبها؟ لا يا رحيم مش اول مره العبها، بس انا بلعبها بمود جديد شويه. انا بلعبها بمود ان الالات دي شيء شرير مش غلابه بقى ولازم ننصرهم والبشر هم اللي وحشين. لا يا باشا احنا اللي غلابه. باسورد هان. يا ترى ظابط رخم وغريب لما يختار باسورد يبقى ايه؟ بنورك يا مستفز هاني. طبعا انا اتكافخت معه. ممكن تتخانق معاه. يلا شباب لايكاتكم يا شباب هتفرق معايا كتير قوي. واللي ما عملش فولو هيفوتوا حاجات اكتر. مفيش وقت، لازم افكر بسرعه. سيبني من ده. احنا كل الموضوع ان احنا كنا محتاجين نشغل ده. واحد من المتحولين اللي اخترق خطة التلفزيون مع ماركس اكيد يعرف المتحولين المستخدمين فيه. اكيد بقى.
حلو، ده بحاجة لعدد التنشيط، ده الحاجة اللي فيه اسمها ايه؟ 3983. 3983 دي موجودة فين؟ موجودة في الأخ ده غالبا. المتحول اللي احتاج استفدق رهيبا. A new follower. اهو 3983 اهو، هاتوا ده كده. خد يا باشا الحتة اللي ناقصة دي. يلا شباب، مين يا شباب لسه ما عملش فولو؟ انا طبعا لا 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 مش ده الاندرويد اللي قتل صاحبه. وده يستحيل اعادة التنشيط، انسى مش هيشتغل. ايوه انا عايز ده، اللي عايز 3-9. ايوه هشغله تاني. المكان ضلمة. فين؟ أنا فين؟ أنا متحول زيك، محتاج مساعدتك. اديله. أنا عاوز أروح جيريكو. أنا مش عارف أميز صوتك. أنت مش واحد مننا. أنا عمري ما هقول لك جيريكو فين. طب ماشي. سيبني لوحدي. ما هجيب لك صوت دلوقتي يخليك تعرف أنا مين يا معلم. تعالى بقى من هنا. يلا شباب تكبيس من النار، نوصل 40,000 لايك. الرسالة دي والله نستاهل يا شباب. لكن هي كمان تحذير. هنحارب عشان حقوقنا وعشان مؤمنين بقضيتنا. البشر مش هيبقوا في سلام لحد ما نبقى أحرار. سامعين الكلام؟ دلوقتي احنا مين وعاوزين ايه؟ سامعين الكلام رايح لفين؟ وبنطالب بحريتنا. الكلام رايح في حته تانية خالص. الرساله دي امل لشعبنا. بص. لكن هي كمان تحذير. بس كده خد نبره الصوت. تعالى لي بقى اللي بتقول لي انت مش عارف الصوت انت، انا اعرفك انا مين. ولا انا ولا ايه؟ انا كونر ولا ايه؟ مين هناك؟ انا الفرخه. هناك اكيد كله بقى تمام، ما تقلقش. ماركوس، هو ده انت؟ انا حاولت اوصل لك بس صائد المتغيرين وقفني. انت ما سبتوش يلاقيني، انت انقذت حياتي، انقذت جيريكو. ايوه بقى شفت ده عامل ازاي. انا جيت ارجعك البيت. قول لي على مكان جيريكو، لازم نمشي. موقع جيريكو؟ ايوه طبعا. يلا هات بقى كده سكان يا معلم. خد الداتا من المعلم، خد الاحداثيات. ماركوس، هو ده انت ماركوس؟ ما تسيبنيش يا ماركوس. بس يا طفي يالا طفي يالا. بس انا كده عرفت جيريكو. كنت بحلم بده من اول مره شفتك فيها. ما تعملهاش يا جافن، انا عارف ازاي اقدر اوقف المتحولين. انت بره القضيه ودلوقتي هيبقى الموضوع محسوم. بتعمل ايه يا ابن المجنونه؟ خد يلا. جاي لي انا برضو تاني؟ مش ده اللي ضربني في اول الجيم؟ خد بقى انا اعرفك انا مين. خد تاني بس كده تيجي يلا. ايه رايكم في الكلام يا شباب؟ ايه رايكم في الكلام يا شباب؟ بيحصل هنا ولعت. حد كان بيدور في المكان. يا خبر الانذار دلوقتي يا قلبي. ايه رايكم يا شباب في اللي حاصل ده؟ انا عامل عظمه صح؟ اللي اتضرب ده يا باشا محقق كده شرطي كان في اول الجيم ضرب كونر. لو حابب تتفرج على الحته دي هتلاقيها على الصفحه بتاعتي على اليوتيوب. صفحه اليوتيوب بتاعتي يا شباب اللينك بتاعها موجود بره في البايو. خشوا هتلاقوا اللايف ده بعد ما بخلصه برفعه هناك. اللي حابب يراجع هتلاقوا فيه تابه
في قوائم التشغيل للعبة ديترويت. اسم اللعبة ديترويت يا صديقي، وموجود اسم اللعبة فوق على الشمال لو تشوفه. ومع انقلاب كل الاندرويد دول ضد السلطات، المعارك توقفت مؤقتا في البلد، المدارس والمستشفيات هتتقفل، قطع المية والكهرباء واعطال الشبكات شيء متوقع. شفتوا؟ لكن اكتر حاجه، شفتوا الاندرويد لو قلب علينا ايه اللي هيحصل لنا؟ المسلحه فقدت التلتين من اكفأ جنودها. يا نيمار ما تنسلاش بالفول يا نيمار. نسمع مزيكا احسن، نسمع مزيكا. دول هنا قاعدين اهو، البنوته الصغيره ولوثر، وادي اسمها ايه، عايزين دم يا عم، عايزين الناس تتلم. هتتلم دلوقتي يا صاحبي، اصبر بس عليا. انت لسه شفت حاجه؟ استمتع يا صاحبي باللي انت بتشوفه. قلت لك انا عامل لكم الستوري بمود مختلف تماما. في كل المدينه بص بيقتلوا اي اندرويد يشوفوه. نفس بعد اللي حصل امبارح. عربيه من غير طاره. اه يا باشا، عربيه اوتوماتيك، كله هيبقى كويس. اوتوماتيك بجد بقى. احنا قربنا. اخواتي اللي ما عملش فولو والله فايته كتير. يلا بقى نكمل القلبان ده ونشوف الدنيا هتوصل لفين دلوقتي. مفروض ان ايه، هي عايزة تهرب تسلم الطوارع على الاخر. اه خدت بالك انت، مفروض ان هم عايزين يساعدوا ايه اسمها ايه دي الولاية التخينة السودة دي، اسمها ايه، روز دي، عايزه تنقذ دول، يعني عايزه تخليهم ايه يهربوا من الطريق ده. في سفينه اسمها جيركو، لما توصلي دوري على ماركوس هيساعدك. وعلى فكره اخر باص هيتحرك نص الليل، وانت لازم. ماشي يا معلم، نورت الدنيا. هتبقي بامان هناك، مش كتير، دي البدايه. اخويا في اونتاريو وانا اديتك عنوانه، هيخبيكي هناك لحد ما الدنيا تهدى. تعرفي انت شجاعة جدا يا أليس، انت تستاهلي السعادة. شكرا على كل حاجة يا روز. طمنيني اول ما توصلي، ماشي؟ ايه رايكوا في الكلام لحد دلوقتي؟ خليكي حذرة حبيبي يا عبد، ربنا يقويك يا صاحبي. خلي بالك منهم، خلي بالك منهم يا لوثر. يلا يا بنات، يا الله يا بنات، لازم نلحق الاتوبيس. المفروض ان هم دلوقتي رايحين محطة اتوبيس عشان يتنقلوا بيها من المكان اللي هم فيه ده. وتعاطف معهم ليه؟ ما نعرفش ليه لسه، هنشوف. ده طبعا ايه، اخونا كونر بايه بيحاول يفك الرموز بتاع جيريكو. لو فاكرين الحتة دي، انا احنا قعدنا نفك الرموز دي كلها بماركوس لحد ما وصلنا لجيريكو. طبعا ده برضو نموذج مميز جدا من سايبر لايف، هيقدر يحل الشفرة وهيقدر يروح، ان هو خد اللوكيشن خلاص من الايه، من الروبوت اللي هو اللي شغاله ده. اسم اللعبة ديترويت. 4 ساعات وبروح الدوام، يا رب اللعبة تخلص قبل. لا ان شاء الله تخلص، ما انا كمان 4 ساعات ومفروض اروح شغلي. يلا شباب، تكبيس يا شباب، تكبيس من النار، علوا اللايف. بصوا الكلام رايح لفين. يلا شباب لايكات يا شباب، فين التكبيس؟ فين التكبيس؟ لازم نلاقي مكان دافي عشان أليس. يا اخواتي فين التكبيس؟ ما تزعلوناش بقى. لازم ندمرهم كلهم في كل حته في المدينه. في مكان هنا دافي اهو يا أليس. دول هجموا على الشرطه وذبحوهم كلهم. دول بجد وحوش، دول فعلا وحوش. وتستخدم مصادرنا لانه عقب ازمه الاندرويد وتعطيل كافه الاندرويد في الجيش، اضطرت القوات الامريكيه في القطب الشمالي للانسحاب. خدتوا بالكم من الكلام يا جدعان؟ ولكن وقت ها
حاسه بايه؟ حاسه بالحر والبرد في نفس الوقت. حلو، المفروض ان كارا هنا. خليك معاها، عايزه تدور على ماركس. ادور على ماركس. الاوتوبيس الاخير بعد ساعتين والمحطه بعيده قوي عن المدينه، مفيش وقت. هنمشي اول ما ناخد الباسبورتات. كارا، في حاجه هقولها لك عن أليس. عندنا وقت نتكلم في الاوتوبيس، هرجع. خليك مع أليس. يلا شباب، علوا يا شباب التكبيس، علوا اللايف معايا ارجوكم. بص، الباشا ده وصل جيريكو. الشرطة اتدخلت بسرعة لإنهاء الشغب، ولكنها قوبلت بعنف كبير من ناحية الآلات اللي كانت مصرة إنها تذبح البشر. لا يوجد شك أن السلطات لن تتحلى بأي تشفق في ردها على تلك الموجة من الهروب. ومع انقلاب كل الأندرويد. أنت تايه، بتدور على حاجة. مين اللي تايه؟ خدتوا بالكم الكلام راح في حته ثانيه خالص. كافه الاندرويد في الجيش اضطرت القوات الامريكيه في القطب الشمالي. انت ماركس؟ اسم اللعبة ديترويت، اسمها مكتوب فوق على الشمال. لو اندرويد تاني. يا نينجا، دي لعبة والله. الاوتوبيس هيتحرك للحدود خلال ساعتين. تنسناش يا شباب في الفول. يا شباب فول يا شباب. حظر تجول. في جنود في كل مكان وبيلموا الاندرويد ويبعتوهم للمعسكرات. اظن لازم تفضلي هنا شوية. جايز انت صح. ممكن نبقى هنا في امان لحد ما يهدى الوضع. في واحد من صحابي بيشتغل في الإدارة وعنده جوازات سفر بتتعدل بسهولة. أنا هخليه يجيبها لك. شكرا. عنده واسطة اهو، طلع عنده واسطة يجيب لها ال... قلت إن معاكي بنت صغيرة صح؟ أنت أحلى فول. ليه بتحكي؟ أحلى فولو يا إخواتي، والله تسلمولي على الفتوهات. دي قصة طويلة. أليس فين؟ سيبنا من البتاعة دي، ديترويت في فوضى. ومع انقلاب كل الأندرويد دول ضد السلطات، المعارك توقفت مؤقتا. أليس، دي واحدة شبه أليس. احنا موجودين معاكم اهو يا شباب، انتوا شايفين اللايف ولا ايه الوضع، ولا انتوا سامعيني ولا ايه الدنيا اللي حصلت؟ بينفع كده يا شباب؟ سامعيني اصلا؟ انتوا سامعيني بس مش شايفين الجيم صح؟ ما اعرفش ايه اللي حصل فجأة كده يا شباب، والله في حاجة حصلت وقال لك
الجيم نفسه حصل فيه مشكلة، حصل كراش في الجيم، معرفش ده من ايه. انتوا دلوقتي شايفين اللايف عادي اهو، وانا المفروض ان انا احاول ارجع اشغل الجيم تاني علشان يرجع اللايف زي ما كنا. اعتقد كده، اعتقد والله اعلم، ان تقريبا انا علشان بلعب بكنترولر فتقريبا لا لا مش من الروبوتات، لا تقريبا الجهاز بيعمل زي، لا يا مهران مش نحصل على حاجة حبيبي، تقريبا الجهاز بيعمل زي مثلا سليب او حاجة، لان انا بلعب بكنترولر مش بالكيبورد والماوس. طيب خليني من هنا لحد ما الجيم يرجع يشتغل. هو الجيم اهو بيشتغل تاني. اشكر كل الناس اللي ساهمت في تحقيق الهدف، ريري وار كي او وعبدو وميدو ومالك وايه ايري تو. وهنعمل لايف جديد، سوري، هنعمل هدف جديد هو عبارة عن 50 وردة تانيين. شباب عايز 50 وردة تانيين لو تقدروا بالله عليكم، ويلا بينا هكمل الجيم تاني. متابعة. ما اعرفش اللي حصل قبل كده، تصرفاتي ما كانتش مظبوطة. ايوه بالظبط، تصرفاتك ما كانتش مظبوطة فعلا، عشان كده انا قتلتك والله. الورد بوقع لايف، مفيش حاجة اسمها كده يا صاحبي والله. احلى 10 ورود حبيبي، خبر ابيض عليك. 12 وردة كمان، تسلم يا صاحبي والله. سيف بيلعب فيفا 22. بلعب اسم اللعبة ايه، وتليفون ولا بي سي؟ اس ار نينجا قلنا مرتين، وادي التالتة. اسم اللعبة مكتوب فوق على الشمال، اسم اللعبة ديترويت، بتتلعب بي سي او بلاي ستيشن فقط. حلو، احنا هنا المفروض نرجع هنا اللقطة دي تاني. الله 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 الله، عاش عليكم يا شباب، اقسم بالله تسلم ايديك. لازم ننتقم للي مات. اختي لمياء ازيك؟ حلو، هنعيد اللقطة دي تاني. انت ماركس؟ بلعب فيفا طبعا. انا معايا طفلة واندرويد تاني، في اتوبيس هيتحرك للحدود خلال ساعتين ومحتاجين باسبورات. لا خليه يوجع دماغك عشان ما عادش كده. في جنود في كل مكان وبيلموا الاندرويد ويبعتوهم للمعسكرات. كتبت اسمه صح. اظن لازم تفضلي هنا شوية. يلا شباب تكبيس يا شباب، خلينا نعلى تاني. تكبيس يا شباب بالله عليكم، خلينا نعلى تاني. في واحد من صحابي بيشتغل في الادارة وعنده جوازات سفر بتتعدل بسهولة، انا هخليه يجيبها لك. شكرا. ماشي يا اتش، شفتها. قلت اني معاكي بنت صغيرة صح؟ انتي عارفة ان البشر بيكرهونا. شفتها يا اتش. ليه بتحميها؟ دي قصة طويلة. اللعبة جامدة جدا، هتنزل على عندي هنا يا صديقي. ها ايوه، وهي ماشيه كده قابلت الاندرويدايه اللي شبه اليس دي، والدنيا ايه، والدنيا وقفت معانا. لسه عندي سؤال، انا نزلت اللعبه دي حجمها كبير بس بتشتغل تعمل فريز، نزلتها منين يا صاحبي؟ طلعت اليس دي اصلا اندرويدايه صغنونه. كنت عارفة من الأول ومرضتيش تقبليه، كانت عاوزة أم ويبقى لك حد تاخدي بالك منه، كنتوا محتاجين بعض. شفت يا عم، حتى الصغنطوطة دي طلعت أندرويدات. الفرق اللي حصل هو حبك ليها قل بعد ما اتكلم في فيفا في لايفات فيفا يا شباب، ولا ايه رأيكم؟ أليس بتحبك يا كارا، بتحبك أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا.
هي كانت البنت اللي انت كنت بتستنزيزه على اللايكات وبقيتي امها اللي محتاجاها. لما تنسي رغباتك عشان ترضي حد مهم عندك اظن ده معناه انك تبقي بشريه. وايه اللي قشطه؟ يلا شباب تكبيس يا شباب، تكبيس يا شباب، تكبيس يا شباب، علوا اللايف يا شباب. حبيبي يا حمد تسلم لي يا صاحبي والله. سؤال بس عشان هنزلها، اسئلتكم في اخر اللايف يا شباب، خلي كلامنا واضح، الاسئله في اخر اللايف. كارا هو في حاجه؟ بص بقى احنا المفروض عارفين العناق، لا انعزال بقى. بص كرهتها، ايه رايكم كده كلكم؟ طبعا ايه ما شفتوش اللقطات دي كده قبل كده، كله شاف ان هي يا عيني هي امها بقى لازم تاخدها بالحضن، مفيش الكلام ده يا باشا. ولوثر خلاص هو التاني، الدنيا نزلت معاه. هذه انا سويتها الحقيقه ولا يهمك يا احمد، بنديلكم مودات جديده برضو. عندنا نقص في الاعضاء والدم الازرق، الجرحى بيموتوا ومش قادرين نساعدهم. البشر هجموا على المدينه وخدوا كل الاندرويد على المعسكرات عشان يدمروهم. كل ده غلطتنا، كل ده ما كانش هيحصل لو كنا فضلنا هادين. مالك ادهم صحيح؟ في ايه؟ مالك علي؟ عيدائيه بقى. بص نعمل ايه؟ هنعيش زي الجمل عشان ما نموتش؟ يلا عايزين نبني حريه. ولع الدنيا. هي دي جريمه؟ لا مش جريمه يا اسطى، كانت مسيره سلميه وانت اللي قررت انك تهجم، ودلوقتي مئات من البشر والاندرويد ماتوا وانت السبب في ده. بالظبط كده، غضب. دايما بتشتكي، انت اصلا عملت ايه يا جورج؟ انا حاربت عشاننا. ايه يا يوسف؟ انا لو مت هموت حر. ده مش هيوصلنا لحاجه. عنده حق، المهم دلوقتي خطوتنا اللي جايه. يا يوسف لازم نواجههم. بص ما بيتفعلش، ما عندناش اختيار. ده جنون. هاتوا كل السلاح اللي تلاقوه، اديله يلا، هنحرر ديترويت. انت بترتكب غلطه. بص انا مش فاهم. انا بص ماركوس ما بيتفهمش، ماركوس هنا انا مواخد مود. بص غضب. البشر ما بيتفهموش عشان عنيفين، كلهم اغبياء، فاكرين هنعمل معاهم نخرس ونطيع؟ مش هيقدروا يوقفوا اللي بدأناه. اديتنا الامل من ساعه ما جيت هنا، اديتني امل. من يومين متحول وصل لجاريكو وقال انه سرق عربيه بتنقل كوبالت مشع. هو قال انه سابها في مكان في ديترويت وسابها تنفجر. انا اقنعته ما يعملهاش. اي اسئله زي كده عشان كان ممكن خليها في اخر اللايف. قم بها اشعاعي. حلو قوي، قنبلة إشعارية. لو البشر هزمونا شعبنا هينقرض للأبد، دي هتكون الفرصة الأخيرة لينا للنجاة. خد هالة، ياخد قنبلة إشعارية هتولع يا باشا. ما أنا واخد المود قلتلكوا كده، كله ولع وكله بص أكشن ملوش حدود. عاوزاك تعرف ان انا سعيدة بمعرفتك. ماشي يا نورث. مين معايا يا شباب لسه ما ايه ما عملش فولو؟ اللي ما عملش فولو اللي يبعت وردة هزمر له زمارة، ايه رأيكم؟
اخويا حمد اللي منور الدنيا. لا يا عم ما عندناش. اهم حاجه الار جي بي. اه صعب. لا لا ما بدنا من الشعب. هروح معاهم. يلا شباب فين التكبيس يا شباب؟ حبيبي يا احمد. يا بطوط اخويا البطوط وصل. في صوت تزميره. ايوه انا اللي بزمرها يا اسطى اهو. بطوط بطوط بطوط. شاطر يا كونر. اه يا عم قدرت تحدد موقع جيريكو وتلاقي قائدهم. اه يا عم ماركوس عمال بي ماركوس مرا يوزع. حمد يا حمد. عندي امر ضبط واحضار من غير قتل. ادينه بقى. بص دي بس مش هتردد اضرب بالنار لو ما قداميش حل تاني. بص دي احنا الاف وانت بقيت لوحدك. بص الكلام. لو قتلتني مش هتخرج من هنا على رجليك. اوبا ما تجبرنيش ان اعطلك. هو قلب ليه واحده ست؟ ده واحد يا ابني. مش انت كونر؟ اوبا انت تعرفني منين علي؟ صياد المتحولين الشهير. طيب الف مبروك. ولا يهمك يا بطوط. انت لقيت اللي كنت بتدور عليه. قضيتنا حق واحنا احسن من اللي بيقولوه. كل اللي عايزينه نعيش في حريه. انت فعلا مش لازم تعمل كده. مش لازم تطيع اوامرهم تاني. بصوا اللقطه دي جامده. انت حي جامده قوي وتقدر تختار انت عاوز تكون ايه. ممكن تبقى حر. انضم لينا. لا يا باشا مش انتوا اللي بتختاروا. انا عامل لكم حاجه هنا مختلفه. اسمع لصوت ضميرك. لازم تقرر. محاوله حلوه بس انا مش متحول. اديله يلا الفايطه الجحده دي. بلعب على بي سي. لا بلعب على بي سي يا شباب. هو في ايه يا كارا؟ لازم نخرج من هنا بسرعه. بلعب على بي سي بس موصل الكنترولر بتاع البلاي ستيشن عشان كده انتوا شايفين العلامات بتاع البلاي ستيشن طالعه. قصه مختلفه تماما. قصة اكشن. وبصوا مش عايز اقول لكم بقى زي الفيران في متاهة. بسرعة يا كارا جايين. الممر هناك ورايا. طب اهربي من جيريكو يا اختي. من هنا بسرعة. من هنا اكيد في معرض. من هنا ادخلوا بسرعة. جايين من كل الجهات. شعبنا محاصر في المخزن. هيموتوهم. في مخرج في الدور الثاني والثالث. روحوا هناك ونقطة في النار. يلا شباب تكبيس فعلا. تعالوا يا شباب لازم نفجر جيريكو. لو غرقت السفينة هيرجع وهيهرب شعبنا. مش هتنجح.
المتفجرات في مخزن السفينة وفي جنود في كل حتة. التزموا بالخطة وانا جاي وراك. ماركس انا مش هتأخر. انت شايف يا صح؟ كده المفروض ان ماركوس عايز هو اللي ينزل يفجر السفينة بنفسه. هو اللي ينزل يفجر شركة. دي بيت حكاية. انقذ الشعب يا ماركوس. لا 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 في قصص كتير. انتوا شايفين القصة دي عاملة ازاي النهاردة؟ يلا شباب مين لسه مش عامل فوضى؟ مش عامل فوضى شباب يلا ينورنا في الفوضى بالله عليك. لو هم عملوا اي مشاكل اجرهم. تمام عالم. بص الاندرويدز اللي ناموا دول كلهم عاملين كلهم سليب مود. كونر جاي بقى. بص جاي انا جاي اخلص عليه كلام. انا هعطلك كلام. فات الاوان. انقذي نفسك. انقذي أليس. لا مش هسيبك ونمشي. صح يا كارا ما ينفعش تسيبه. لا يا باشا حماية أليس اهم. امشوا. انت بتعملي ايه؟ هيقتلوه. ما يقتلوه انا مالي. أقول لكم هديكم ستوري مختلفة تماما. لوثر انتهى. لوثر دول جايين لازم نتحرك. لوثر لوثر أليس لو ما اتحركتش من هنا هيموتونا احنا كمان. يلا يا ستي وقت ده راجل يا بنت. لا 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 مش حاسس انا بتأمين ضمير. كارا انتي كويسة يا كارا؟ كده انتي يا كارا افتحي البيت. احنا هنموت لو فتحنا. لا كارا دوست الانانية بقى. رأيكم في المود الأناني ده؟ أنانية عايزة هي تعيش وبس. مفيش حاجة نقدر نعملها. يلا شباب تكيس يا شباب نعدي الفايت. ما تضربش أنا في صفك. معانا؟ أنت بشري؟ هجوم يلا انت لسه هتقعد مش عارف ايه. روح يلا ينعل يلا ينعل. عرفت انا ايه؟ انا كونر وانا ماركوس. روح يلا ماركوس. هاتوا قائدهم. لا كمان أرجوك ما تقتلناش. يلا على ركبتكم إنك عارف. ما تقتلناش إحنا ما عملناش أي غلط. اخرصوا إيديكم على راسكم. يلا بقى إيه ده لازم يخش يضحك. ماركوس أنت أنقذتنا. يلا بسرعة اهربوا. يلا بينا عم نطلع اهرب من هنا كده بقى. جامعة انتهى. تانجو هنا ايه بقى؟ روح يلا خلص عليهم يلا. يا ابن العيبة يا ماركوس. اهم جايين الوقت ده حوار. اقسم بالله هنستسلم هنسلم نفسنا ما تضربوش.
ده استنى اقول لك على حاجه. حبيبي اركيت النميل ماركوس منور اللعبه. يلا بسرعه روحوا للتانيين. تعالى بس شاش التدخل تاني. تعالى بقى ايه سيبوا تقتلوا جوش التاني كمان كفايه انا قتلت واحد من اصحابي كده يا زينب اداله واحده بس في الباب في الباب وانا هاجي وراكم. شباب اللي لسه ما عملش فولو بيه مين لسه ما عملش فولو يا شباب؟ مخرج احنا في امان يا الف. وقفوا سيبوا تهرب هرب هرب امي ده جاي ده جاي هجومه بنت كارا. لا كارا لا لا ما تقتلهاش ارجوك. لو عملتوا اي خدعه هقتلكم على طول. يلا انضموا للتانيين. كارا is dead. شفتوا قلتلكوا هديلكوا قصة غريبة. هديلكوا قصة مختلفة تماما يا شباب تماما غير اللي انتوا شفتوه في اي لايف قبل كده. انا عارف انا بعمل ايه. يديل ولا ابوي سؤالي. مهمتي اني اقضي عليك وانا دايما بنجح في كل مهماتي. أنا مهمتي هي إنقاذ شعبنا واحد بس هو اللي هينجح في الآخر. بصوا الفايطاية دي بقى ايه رايكو؟ لا ايه رايكو في الجمادات؟ يلا لازم نتحرك. عمركم شفتوا ماركوس بيموت؟ عمركم شفتوا قصه كده؟ لقينا مئات الاندرويد على السفينه. عمركم شفتوا قصه كده؟ واهلي السفينه وخلي رجالتك ينسحبوا. ما اعتقدش حد فيكم شاف القصة كده قبل كده. عاشق الكيان. هيقدر اقول لك ان انا دلوقتي هدخل في الفقرة بتاعت الاسئلة لان انا ايه انا مش هقول حاجة. انا عارف ان انت خلاص مش هتعرف تقول حاجة. انا متأكد والله من اللي انا عامله فيكم. دي اول قصة اشوفها. ماشي يلا شباب احنا دلوقتي هنروح لفقرة الاسئلة. اللي عايز يسأل اي سؤال اعلي صوتي عن كده كمان اهو يا سيدي. لما اتفرجت على القصة كانت حاجة تانية. الجودة روعة. تسلموا تسلموا يا شباب والله. يلا بينا انا هروح معاكم لصفحة التشات. بس انا ايه التشات هنقوم عاملين كده. يلا ممكن سعر جهازك ومواصفاته. سعر جهازي مش رخيص. الجهاز بتاعي امكانياته هو ريزون 5 4650 جي برو. ده البروسيسور. رامات 16 كارت فيجا ار اكس 580. ده 8 جيجا. اللعبة خلصت؟ لا ما خلصتش يا معلم. انا بحبك قوي حبيبي يا محمد يا جامد حبيبي يا عبد عظيم. لا يا مود لسه ما خلصتش حبيبي يا ادهم تسلم لي. انت بتفتح لايفات امتى؟ انا بفتح لايف الساعه 9 كل يوم. النهارده اتاخرت شويه معلش اعذروني كنت في الشغل رجعت متاخر جدا. سعر اللعبه ادخل على ستيم شوف سعرها كام او على البلاي ستيشن ستور سعرها كام
وقبل ما كده يعني اتأكد بس انت يعني امكانيات جهازك تنفع ولا لا. انت غيرت القصة، ايه رأيك؟ قصة مختلفة تماما حبيبي ادهم، انت اللي جامد. ممكن تقول لي سعره كام، سعر الجهاز؟ والله شوف شوف حبيبي يا سوفا، تسلم، انت اللي توب، والله انت اللي جامد حبيبي يا ابو عظيم، انت احسن واحد بيلعب ديترويت حبيبي يا خالد. ما تنسناش في الفولو، ازاي احملها على بلاي ستيشن 4؟ ده لازم اشتريها طبعا. ويسي اعمل زميرة. طب البيبي نايم، خد يا عم. انا نفسي نكون اصدقاء بجد، انت صديقي من غير اي حاجة يا محمد، حبيبي حبيبي يا كريستيانو جمدان، انت اللي جامد. هي جاتها بتنزل مجانا على البي سي؟ مفيش حاجه ما بتنزلش مجانا على البي سي، انت عارف البي سي عليه كراكات وبتاع، بس انا ما بحبش الموضوع ده. انت يعني انت بح اسمع، انا بحب. ماشي يا عبد العظيم، حبيبي 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 يا جامد، انت اللي جامد والله. قصه جامده يا توب، انا عارف القصه جامده جدا، واحنا عملناها بطريقه كمان ايه جامده. ايه رأيك، اشتغلت حلو النهارده؟ يعني ايه اشتغلت حلو النهارده؟ بس ماشي ماشي، انت علقت على جامد يا اسطى. ماشي يا اسطى، ماشي يا عبد العظيم، انت فرحان قوي حبيبي يا محمد. ازاي حمل لعبة على الموبايل؟ مفيش اي لعبه بتتلعب في اللايف بتاع ويسو جيمنج بتتلعب على موبايل، انسى. بتنزل مجانا يعني؟ في ناس بتعرف تنزلها مجانا، ولو حابب ابعتلك اللينك، ابعتلي على الخاص، ممكن ابعتلك لينك، بس انا مش مسؤول عن اللي ممكن يحصل. انا اشتغلت جامد النهارده، جامد جدا يا سيف، جدا كمان. هاي شباب، مين عنده اسئله تاني؟ مين مش عامل فولو؟ محتاجين الاثاره تاني، الاثاره دي خدها بكره 9 مساء، 9 مساء بكره هنكمل الستوري بتاعتنا. بتشتغل ايه انت؟ بشتغل شغلانه مش حابب اقولها، هي شغلانه اداريه. انا اول مره اسمع اللايف ليك واستمتعت جدا حبيبي يا خالد. ما تاخرش بكره، على حسب شغلي يا صاحبي، والله هستناك حبيبي يا عبد العظيم. هو اسمك ايه يا جافيتو؟ تعلمي حبيبي ادهم، انت اللي جميل. بكره نكمل اي ساعه من الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. كاتا معرفتش اشتريها، اشتريها ازاي؟ لو معرفتش تشتريها كلمني على الخاص اقول لك تشتريها منين. ده احسن لايف جيمنج، انا دخلت جيمات لايفات ما لقيتش زيك حبيبي يا كريستيانو، انت اللي جميل، تسلم. يعني ما اكتبش على المتصفح وتنزل لي يعني؟ بص خليك عيش عيش، نحن في انتظار ويسو جيمنج حبيبي يا حمد. ياسين يا اسطى حبيبي، ياسين منور الدنيا. نقول لك ويزو، قول لي ويسو، ويسو السين، ويسو اسمي وسام على فكرة. حملت سبايدر مان ازاي؟ هقول لك حملتها ازاي، خش عندي على البايو هتلاقي اللينك بتاع تحميلها. يعني 10 بتوقيت الامارات، احنا بعد الامارات بقد ايه؟ احنا بلس 3 جي ام تي، في مصر توقيتنا زي السعودية، شوف الفرق بين توقيتك وبين مصر قد ايه وانت تعرف. انا بجد يشرفني اكون ممكن تدعموني، منزل فيديوهين. ماشي يا سوفا، هنخش نشوفهم. ده احسن جيمر اعرفه والله حبيبي، تسلم لي. ممكن تبعت لي المواصفات على الخاص بعد اللايف؟ ابعت لي بعد اللايف وانا هبعت لك. انا ايه بلاي ستيشن ستور؟ ماله البي اس ستور؟ مش فاهم، بس بالله عليك محتاجه عشان انت بتجيب، عشان انت بتجيب تجميع صح؟ ماشي مفيش مشكلة، ابعتلي. في لعبة ريزيدنت؟ اه طبعا عندي ريزيدنت، عندي ريزيدنت ايفل 2 و 3 و 4 الريميك. تلعب جاتا 5؟ والله ما لعبتهاش قبل كده شباب في اللايفات، بس يعني ممكن نلعبها. احسن واحد في مصر، انت اللي احسن حد في الدنيا يا ادهم. يا اسطى ابعتلي. الله ايه يا حزين، عايز ايه بس قول لي، مستنيك بكرة متأخر يعني متأخر. حاضر حبيبي حبيبي يا كريستيانو، عليا انا وسام. خلاص بكرة الساعة 10 يكون موجود، الساعة 10 بتوقيت الإمارات عندك اللي هي 9 بتوقيت القاهرة، وأنا أحبك يا عمري حبيبي يا عبد العظيم. يلا شباب من هنا أصح بالله عليك، العب جاتا أونلاين ربنا يسر. حاضر ويسو الأفضل، عبد الوسو حبيبي يا حامد. ابعت لي مواصفات البي سي بتاعك، انا مواصفات البي سي بتاعي هقولها لك تاني، هي ريزن 5 5 4650 جي برو، رامات 16، كارت فيجا ار اكس 580، 8 جيجا. ولو حابب المواصفات تبعت لك لوحدك ابعت لي على الخاص. هستناك بكره. ماشي يا خالد، اللايف بتاعك حماس قوي بجد وبحبه قوي حبيبي يا ياسين. تلعب جاتا سان اندرسون؟ لا قديمه قوي.
سي يو حبيبي يا احمد، بتشرف بمتابعتك. انا اللي بتشرف بمتابعتكم ليا. هترد عليا بعد اللايف؟ ابعت لي على الخاص وهرد عليك اكيد. مستنيك بكره حبيبي يا محمد. يعني اتكملت جيم اليوم، بكره ليه كده يبرد الجو؟ تكملت جيم النهارده، بكره ليه كده الجو يبرد؟ والله العظيم عشان بس عندي شغل الصبح. انت مش متابعني، ممكن اتابعك من الخاص، مش هينفع اعمل متابعه من ده. يلا شباب، انا هقدر اقول لكم دلوقتي ان اللايف ده هينزل على صفحتي على اليوتيوب. يعني لو حابين تشوفوا اللايف تاني او حابين تعيدوا، يعني هتلاقوه على صفحتي على اليوتيوب. العب اوي اوت، هنلعب اوي اوت. حاضر ماشي. اللي حابب يشوف صفحتي على اليوتيوب هتلاقوا في عندي في البايو بره في لينك. اللينك ده في اكونت اليوتيوب. ايه ده، نزلت على اليوتيوب؟ يا حمد، هتلاقوا فيه تابة كده او بلاي ليست لديترويت، هتلاقوا فيها اللايفات دي كلها. شكرا ليكم يا شباب، اتمنى ما اكونش ازعجتكم، اتمنى يكون اللايف عجبكم، اتمنى ينال على رضاكم واستحسانكم. ان شاء الله نقدم لكم حاجه تعجبكم، ويعني تليق بيكم، تليق بيكم ان انتم تستاهلوا كل خير، اقسم بالله. شكرا يا اخواتي، ويلا اقول لكم تصبحوا على خير، واراكم غدا ان شاء الله. يلا باي باي.